ايه تمام. طيب خلينا نقول ان احنا المفروض هنتكلم النهارده عن ايه والامور بتمشي ازاي، عشان في ناس لسه جديده اول مره، وفي ناس طبعا من الناس القديمه والناس اللي كانت بتحضر معانا على طول. مبدئيا قبل ما ابتدي باي حاجه، عايز ارحب ساره واحمد برضو اللي منورنا النهارده وبقيه الناس طبعا. فصوره من الناس اللي يعني البيزنس كونسلتنت والمسؤوله عن الاستراتيجيز في شركات مختلفه، وعندها خبره كبيره جدا جدا في البيزنس كوميونيكيشن، ومن كمان المنتورز اللي اتشرفنا بيهم في ماركتنج منتور في الجزء الخاص بالاستراتيجيز بشكل كامل. ف وبرده باشمهندس احمد من الناس العظيمه في الجزء الخاص بان انت هاو تو ميك انفستمنت بشكل كويس لو انت من الشركات الناشئه او الشركات الستارت اب. بصراحه من الناس اللي ايه يعني يا ريت لو استغلناهم النهارده واستغلينا كم الانفورميشن او المعلومات اللي عندهم هيبقوا هتبقى حاجه عظيمه جدا يعني. طبعا هم ما يعرفوا نفسهم هيقدروا يعملوا ده احسن مني بكتير، بس هم يعني ملخصا او الاهم ان انا عايز اقوله اللي هو ايه، يعني لو استفدت منهم النهارده هيبقى شيء كويس وهيبقى شيء عظيم جدا. و احنا النهارده الميت اب او المينترنج ميتنج رقم 122. اي حد ما حضرش الميتنجز اللي فاتت، احنا من اول 2018، والمفروض ان كل الميتنجز اللي فاتت او الميت ابس اللي فاتت موجوده كلها على اليوتيوب الخاص بماركتنج منتور، وكمان موجوده على الويب سايت الخاص بماركتنج منتور بكل الريكوردز بتاعتها وكل الداتا بتاعتها بشكل كامل. فخلينا نخش في الموضوع على طول عشان يعني نكسب وقت ونقدر نستفيد باكبر قدر ممكن. المفروض النهارده التوبيك بتاع النهارده بصراحه من اول ما ساره قالت لي عليه انا اتحمست ليه جدا، لان هو مهم جدا وبنشوفه في كتير من الشركات، وبيحصل تضارب في الشركات بشكل كبير بسبب الجزء ده او بسبب البيزنس كوميونيكيشن. فدي من الحاجات المهمه جدا جدا. خلينا نقول الميتنج او المينترنج ميتنج بيمشي ازاي، عشان برضو لو في ناس جديده معانا. المفروض ان هو بيمشي ان احنا بندسكس او بنديك كل الانفورميشن الخاصه بالجزء بتاع التوبيك اللي بنتكلم فيه. بعد كده بنفتح الدسكشن مفتوحه لو حد عايز يسال على حاجه، حد عايز يسال على معلومه معينه او حاجه معينه، وبنبتدي ان احنا نتكلم فيها او نبتدي ان احنا ايه نشتغل عليها. طيب خلينا نقول كده ان الجزء بتاع النهارده في البيزنس كوميونيكيشن بنتكلم عن الاستراتيجيز الخاصه بالبيزنس كوميونيكيشن، ودي المين بوينت او البوينت الاولانيه اللي موجوده معانا، اللي هو از ا بزنس ايه الافكتيف كوميونيكيشن استراتيجي اللي ممكن تكون موجوده او اللي ممكن نعتمد عليها اثاره بكل بساطه او بكل سلاسه كده. يعني ايه الطرق اللي ممكن نستخدمها عشان نبقى افكتيف بشكل كبير، وكمان از ا بروفيشنال واي في الكوميونيكيشن ما بيننا بشكل كبير. ويا ريت لو قبلها لو في بريف سوري يعني صغير كده عنك بحيث الناس تعرفك اكتر يبقى كويس جدا. طيب الأول مساء الخير على الناس كلها. أنا اسمي سارة فاروق، أنا بقالي تقريبا 12 سنة شغالة في الماركتينج. دلوقتي أنا بقيت ماركتينج كونسلتنت لعدد شركات مش كبير، باخد تقريبا في كل فترة باخد شركتين أو ثلاثة في كل كوارتر، ديبينز على طريقة شغلي. فبقالي اولموست سنتين يعني بقالي اولموست سنتين او 3 سنين بقيت اعمل كونسلتيشنز للشركات، من اول بقى الاستراتيجيز لغايه التفاصيل كلها. انا عملت الام بي اي بتاعتي في الانترناشنال بيزنس، ودلوقتي بدرس دي بي اي، وفي نفس الوقت انا بدرس في الام اي يو الموضوع بتاعنا النهارده اللي هو البيزنس كوميونيكيشن. عايزه بس قبل ما نبتدي كلام في البيزنس كوميونيكيشن
تقريبا النت عندها فصل تقريبا. كده تمام. انتوا كده سامعيني صح؟ مش عارفه ايه اللي حصل بس تمام. اوكي بس تمام. طيب عايزه بس قبل ما اتكلم عن موضوع البيزنس كوميونيكيشن عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا دايما لما ببقى بتكلم عن الكوميونيكيشن ببتدي بيها. لو احنا مسكنا اي كتاب ريليتد بالكوميونيكيشن او اخدنا كورس مثلا، اول حاجه ما تمسكوا السلايدز بتاعت الكورس او الهاند اوتس او وات ايفر هتلاقوا كلام بديهيات يعني بيزكس، يعني اي يعني لو حد امتحنكم فيها هتعرفوا تجاوبوا. ودايما بقول انه انت تكون تكنيكال شاطر دي حاجه اسهل بكتير من انك تكوميونيكيت صح. وعلشان نفهم بزنس كوميونيكيشن هنفهمها، بس عشان يعني نعرف نعملها ازاي الموضوع محتاج ممارسه في تفاصيل كتير جدا. فاللي احنا هنقوله النهارده هو كلام مهم قوي بس محتاج من كل واحد فينا ان هو يتمرن عليه كتير علشان يوصل لنقط الضعف اللي هو عامله له باريرز لما بيجي يكوميونيكيت مع اي حد. واحنا النهارده بنتكلم عن الكوميونيكيشن في الورك بليس، فبنتكلم على البيزنس كوميونيكيشن. ف انا العناوين العريضه هتبقى مثلا لما اجي اقول لك، عشان كنا بنقول مثلا ازاي يبقى عندي استراتيجيه في الافكتيف كوميونيكيشن، فأول نقطة هتقراها هتلاقي listen actively، اسمع. موضوع اسمع دي ناس كتير جدا هتتخيل ان ما انا بسمع، فلا، هو موضوع السمع ده بروسس طويلة وبتحتاج مجهود عشان لما وقت الخلاف او وقت الكوميونيكيشن لما يكون في رأيين عكس بعض بيحتاج مني تمرين كبير قوي عشان فعلا اكون ب listen actively وبنتظر من الآخرين ان لما اجي اتكلم ازاي استنى منهم ان هم يعملوا نفس الموضوع بالظبط، ان الشخص اللي قدامي كمان يسمعني، انا كمان محتاجه اعمل حاجات عشان الشخص اللي قدامي يسمعني كويس. فكل النقط اللي احنا هنتكلم فيها النهارده هي نقط تعتبر حاجات احنا عارفينها وسمعناها قبل كده، بس احنا هنقول تفاصيل واكزامبلز هتكونكت حاجات كتير قوي في دماغنا هتخلينا نعرف قد ايه. الاكتر جمله بقولها بقى التفاصيل بتفرق، يعني في اي شغلانه انت بتشتغلها ممكن تكون شاطر جدا في التكنيكاليتيز بس الكوميونيكيشن لو واقعه، لا، التفاصيل بقى بتاعه الكوميونيكيشن دي هتوديك سي او، مش هتوديك انك تفتح بيزنس، هتوديك حته تانية خالص عشان انت كوميونيكيتور شاطر. لو انت تكنيشن شاطر عندك التكنيكاليتيز كلها، ده مش شرط يوديك لكل الاماكن دي. ف هبتدي باول نقطه كده انت قلتها يا محمود، اللي هي يعني ايه يكون عندي effective communication، يعني اعمل ايه. احنا مش هنقول كل النقط اللي جوه effective communication، احنا هنقول المين 5 points. اول واحده فيهم اللي هي اني a request and a provide a feedback. انا هستأذنك يا محمود لو احنا ممكن يعني ما اعرفش ان الناس تتدخل المره دي في الconversation، يعني يعني لو بص، ممكن استأذنك. لا لا بص، لان هو اليوم بتاع يعني الميتنج بتاعي تمام، ما فيش مشكلة. اوكي اوكي، بس هي ساعات بتبقى الناس بتقول ايه، احنا محتاجين نسمع الشرح كامل بعد كده نخش في يعني في الكلام. بس تمام، اوكي، يعني شوفي انت حابة. احنا مش احنا المره دي احنا هنعمل ايه. انا بس محتاجه ان انا علشان نخلي في انتراكشن اكتر شويه بدل ما نبقى ساعات كتير في بوينتس بتبقى محتاجه ان احنا نكوميونيكيت بقى، تمام، فانا هبقى محتاجه اعرف وجهه نظر الناس. تمام. بص، انا هنزل من على الستيج خالص واقعد لا لا معاهم. لا بالعكس بالعكس، انا محتاجه لك جدا. انا عايزاك جنبي، اوعى تنزل. خلاص، اوكي، طيب تمام. لا لا خليك زي ما انت، بس بالعكس انا شايفه ان احنا بس ايه ناخد يعني وجهتين نظر في كل نقطه من الافكتيف كوميونيكيشن. بس انا فعلا محتاجه لو كل واحد فيكم بخبرته، انا طبعا لسه مش عارفه كل الناس اللي دخلت دلوقتي، بس احب مثلا اعرف اول ما واحد فيكم يفتح المايك يقول لي هو بيشتغل ايه ويديني رايه في what do you think، ايه رايك في فكره انه request and provide a feedback. لو انا قلت لك الجمله دي هتفهم بيها ايه؟ ان انا بقول لك ان انت لما تطلب الفيدباك او تدي حد فيدباك ده هيخلي ده هيعمل effective communication، هيخلي communication ما بينك وما بين حد تاني فيها كفاءه اكبر
لو انت بقيت بتطلب وبتطلب الفيدباك او بتقول لحد الفيدباك. فمستنيه كده اسمع رأيين ثلاثة، فياريت لو حد عايز يفتح المايك ويجوين. اوكي تمام. ماشي، صحراء خالص. تمام، طب هو في طيب حد يعني سامعنا؟ ممكن انا في حد سامعنا؟ لسه السؤال ده. السلام عليكم، وعليكم السلام، معاكم محمود دعشماوي، مهندس ازيك يا معماري محمود؟ تمام، وعندي ستارت اب صغير كده اسمه كلارين ستوديو، هو اركتكتشر اوكي، فيرم شويه، بنشتغل تمام. شغل هندسي. انا بالنسبه لي بعتمد على الفيدباك ان هو اصلا اساس كل حاجه. فانا لما باجي اتكلم مع كلاينت مثلا، انا عشان شغلي كله الاساسي كستارت اب بيبقى فريلانسنج، فبشتغل من على ابورك. اوكي، فانت بالنسبة فالفيدباك لك بالنسبه الفيدباك لي ده اساسي اساسي اصلا عشان انا اقدر اكمل. فانت لما بتطلب بيجي لي الفيدباك فيدباك على الشغل اللي انت بتعمله. بالظبط. اوكي، انت عندك تيم عندي تيم، احنا اكتر من 6 بتديهم تقريبا. فيدباك، بعمل ايه؟ بتدي لهم الفيدباك على شغلهم. بديلهم الفيدباك طبعا على شغلهم، سواء من الكلاينت على شغلنا احنا، يعني احنا كلنا كتيم واحد ناخد الفيدباك من الكلاينت، نقول له اوكي، انت شايف الشغل اللي احنا قدمناه لك عامل ازاي، والكلام ده كله بمختلف بقى على حسب هو شايف الشغل عامل ازاي. ممكن بيجي لنا فيدباك وبنحاول برضه نظبط، لو في حاجه وحشه كشغل بالنسبه لنا بنظبطها، والتسليمات اللي بعد كده او الشغل اللي بعد كده السبميتلز اللي بعد كده بتبقى احسن وهكذا. طيب، حلو بس جدا، ميرسي يا محمود، شكرا. لا هقول حاجة في موضوع الفيدباك ده مهم جدا. ايه أصعب حاجة في الفيدباك؟ أصعب حاجة في الفيدباك إن أنا أستقبل نيجاتيف فيدباك، وبلاش نقول عليه نيجاتيف عشان في ناس بتزعل. ال points of improvement، إن أنا أغير من إيه. ومن أصعب الحاجات اللي بتواجه أي حد أول ما بيكون عنده فكرة عايز يقدمها للإدارة، أو عنده فكرة عايز يغير حاجة في التيم أو في الديبارتمنت اللي هو فيها أو أيا كان، أصعب حاجة هي إنه الناس ترفض الفكرة بتاعتي. فناس كتيرة جدا بتتجنب أصلا إن هي تسمع فيدباك، ما تبقاش عايزة تسمع الفيدباك علشان خاطر هو خايف من الرفض. أول حاجة بننصح بيها أي حد معاه حاجة عايز يعرضها، الحاجة دي ممكن تكون إن هو بيقدم على عايز فند من جهة، فعايز انفستورز يدخلوا يعملوا انفستمنت في الفكرة بتاعته، او هو موجود في شركة فعمل فكرة لعميل او. تمام، انك ما تنبهرش بفكرتك. يعني دايما اي حد عايز يقترح اقتراح دايما بنقول له ما تنبهرش بالفكرة بتاعتك. يعني ايه ما تنبهرش بالفكرة؟ حبها وحبها وطور فيها وارسمها واعمل كل حاجة، بس ما تروحش ورا الفكرة بالانبهار. لانه لو انت منبهر هتنتظر كمان من الآخرين إن هم ينبهروا نفس الانبهار، وفي الحقيقة ده مش اللي بيحصل. يعني اللي في الواقع بيحصل إنه لأ، أنت ممكن تكون منبهر بيها بس ما تنتظرش كمان من الناس إن هي تنبهر بالفكرة. فعادي جدا الفكرة اللي أنت ممكن كمان تكون بذلت فيها مجهود، يعني مش مثلا فكرة جات لك مرة وأنت قاعد كده نزل الوحي فجات فكرة فبقيت مبسوط قوي بيها فرايح أقولها بكرة الصبح. لأ، إن أنا ريكوست الفيدباك وإن أنا استقبل فيدباك لازم اكون متمرن كويس ومقتنع تماما ان عادي جدا ان انا اسمع اسوأ كلام. فانا بعمل ايه؟ انا بختار الشخص اللي انا هروح اسال على الفيدباك. ولو انا مش هختار والفيدباك ده بيجي لي من شخص انا مش بتبسط من الطريقه اللي بيقولها، انا اكشلي محتاج الفيدباك اللي بيجي لي من الشخص اللي انا مضطر اشتغل معاه، ده مضطر اكوميونيكيت معاه، بس هاخد منه اللي انا هقدر اطور بيه من الشغلانه. فدايما نقول يعني ارمي الكلام اللي يعني زي ايه، قشر كده الفيدباك، ارمي الكلام اللي هو حوالين النصيحة، بس خد النصيحة نفسها. طالما احنا بنتكلم في الشغل دايما اسأل على الفيدباك، دايما دور على حد يقول لك رأيه في الحاجة اللي انت عملتها او رأيه في الحاجة اللي انت عايز تعملها. تمام، طيب ابروفايد الفيدباك دي قصة تانية خالص. وبرضو في حاجة مهمة هنا عايز اقولها في الكوميونيكيشن، لما بنبقى احنا بنيجي في شركه جديده مثلا ونيجي نعين تيم، احنا عندنا صفه كده بقابلها كتير قوي في الناس، ان هو اول ما يدخل الشركه فيقعد 3 ايام او يسمع عن الشركه مثلا في الانترفيو،
يدخل يدلو بدلو في المقترحات والأطروحات الكتيرة جدا اللي هو حاسس ان احنا لازم نقوم دلوقتي بعملها في الشركة. دي غلطة من أكبر الغلطات اللي بتخلي الناس تفتكر ان الشخص ده خفيف. يعني ايه؟ يعني برضو في مقولة دايما انا بستخدمها، بقول ايه، بقول للتيم عندي ايه لما يكون انا مثلا جبت حد عندي التيم جديد، دايما بقول له ايه، ما تقوليش اقتراح قبل ما تسلم. يعني ايه؟ استنى 3 شهور افهم الاندستري. وده مش معناه ان اللي جاي التيم ده ما عندوش اكسبيرينس مثلا، ده ممكن يكون عنده اكسبيرينس اكتر مني شخصيا، بس هي الفكرة فين؟ الفكرة ان الاندستري جديدة، الشركة جديدة، فلازم عشان انا ابتدي اقول افكار لازم اكون ذاكرت الموضوع كويس. فالفيدباك مهم جدا ان انا اقوله للناس، حتى لو كان انا بقول للمدير بتاعي الفيدباك على حاجة هو قدمها او هو عملها، دي حاجة حلوة جدا نكون العلاقة دي قائمة وان انا انتظر انا كمان الفيدباك. بس في الحالتين لازم في اسس نتعمل. اولا ان انا لو انا اللي عامل حاجة ومستني الفيدباك انا ما ينفعش انبهر. يعني زي ما محمود بيقول كده دلوقتي، انا عملت حاجة لعميل وبعد ما تعبت فيها شهر العميل قال لي لا 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 مش هو ده اللي انا طلبته، هو اصلا ده الكوميونيكيشن بالظبط، احنا هنتكلم عن الموضوع ده بعد شويه، هو ان العميل يقول مش هو ده اللي انا طلبته، ده بالظبط هو الكوميونيكيشن. وعادي جدا يكون ولا محمود اللي غلطان ولا العميل اللي غلطان، هو سوء كوميونيكيشن، فهو سوء اداره كوميونيكيشن، فاحنا ما وصلناش لحاجه. بس الفيدباك كان ايه؟ كان سيء جدا، انه انا ما عملتش كده، فهنا في مشكله. تمام؟ فالفيدباك اللي محمود خده ده، لو محمود خده بشكل اوفنسيف، ده شتمني، ده مجهودي، ده شهر، ده تعبي، ده بقى لي شهر قاعد بعمل حاجات. هنا انا اخدت الفيدباك بشكل مش صح، انا استقبلت الفيدباك على شخصي، ما استقبلتش الفيدباك على شغلي، وفي فرق كبير ما بين الاثنين. فريكوستنج الفيدباك محتاج مني ان انا اكون حاطط حصن كده، ان اللي هيتقال دلوقتي ليه علاقه بالشغل، ملوش علاقه بيا، ولازم يكون فاهم انه لو انا عاجبني اللي انا عملته مش لازم يعجب الناس كلها، وعادي جدا ان انا اسمع ان هو وحش من ناس تانية. ونفس الفكره تيجي في بروفايدنج الفيدباك، محمود كمان لازم هو كمان يقول للتيم بتاعه انت عملت ده بالطريقه دي، بس كان ممكن تتعمل تانية بالطريقه التانية ويطلع نتيجه احسن مثلا. فدايما يكون في فيدباك. النقطه التانية اللي هي بتاعت ان انا listen actively، ان انا اسمع. هقول لكم حاجه هكررها كتير برضو في الفتره الجايه. وانا في كوريا لما بنحضر شرق اسيا عامه كلها عندها نفس الثقافه دي، اول ما يجي ضيوف لاي شركه، الضيوف دول بيدخلوا يقعدوا في ميتنج روم، في بنت with a very high educational level، عندها يعني عندها قدر علمي، يعني مثلا ممكن يكون معاها ماجستير دكتوراه ان كان، تقعد على الميتنج وبتكون شخص presentable جدا للشركه، لو قعدت على الترابيزه كده مسكت ورقه وقلم وعماله تسمع كل كلمه وبتدون كل كلمه كان هي بتسجل يدويا الميتنج. هي ده دورها، ده شغلتها في الميتنج، وهي ما بتقولش اي حاجه طول الميتنج من اول ما يبتدي لغايه ما يخلص. طيب انا هتكلم كتير قوي على موضوع الكتابه ده او فكره ان احنا المينتس اوف ميتنجز يعني، بس خلوني اقول لكم انه listen actively دي من اهم الحاجات المهمه جدا، ان انا اسمع مش عشان ارد، اسمع عشان افهم الاول عشان اعرف ارد بعد كده لو انا عندي رد، لانه ساعات كتير انا ببقى عايز اثبت وجهه نظري ومش حاسس ان انا محتاجه اسمع. ساعات كتير من كتر ما انا عندي وجهه نظر حاسس ان انا مثلا مظلوم او حاسس ان الناس دي جايه عليا ومحدش قادر يفهمني، فمن كتر الغضب اللي جوايا او من كتر ان انا حاسس ان بظلم او وات ايفر، لو ده السيتويشن، لانه كتير قوي على فكره احنا بنبقى واقفين في الموقف ده، لما تكون انا حد قال لي ان انت عملت كذا وانا ما عملتوش، او حد قال لي انه المفروض كنت تعمل كذا بس، يعني خلينا ندي مثال بدل ما نقول كذا، خلونا ندي مثال. انا محمود مديري في الشغل، ومحمود جه قال لي ساره انا عايزك تروحي تعملي سلايدز برزنتيشن باوربوينت للكلاينت الفلاني علشان نتكلم معاه في الكوميونيكيشن عنده في الشركه. فانا رحت عملت البرزنتيشن وخلصتها وكل حاجه، هو اداني عنوان وانا رحت اشتغلت. لما جه كلاينت ما عجبوش اللي احنا عملناه، والبرزنتيشن طلعت نقص، ماشي البرزنتيشن قبل ما ندخل الميتنج. ساعتها انا احس بايه؟ طب ما هو لو كان راجعها معايا قبل الميتنج، طب هو دلوقتي مش عارف ايه وقاعد بقى يسمعني كلمتين محمود عشان انا عملت البرزنتيشن وحشه ومش عارف ايه، فمش راضي يسمعني، فانا حاسه بالظلم. فمحمود عنده وجهه نظر عايز يقولها لي وانا مش عايزه اسمع، لان انا شايفه ان هو دلوقتي جاي عليا وان كان المفروض ان انت تقعد معايا قبل الميتنج. فافضل انا طول الوقت حاسه
يعني بالظلم الفظيع، فمش عايزه اسمع، انا وداني اتسدت، مش عايزه اسمع حاجه، الموضوع انتهى. انا بس عايزه اقول لكم ان انا مش شايفاكم، فانا احب جدا انه حد يتدخل في الكلام اكتر، لان انا مش شايفاكم ومش شايفه وشوشكم، فطول ما انا حاسه طيب بصحرا كده تلاقوني بكمل، ومش عارفه مش عارفه احنا طيب فين من بعض. اوكي، هو كان في حد اصلا رفع ايده وعايز تقريبا كان عايز يسال على حاجه، يا فممكن ريت لو يا ريت، دي حاجه جميله جدا. اه يا ريت. كان احمد تقريبا او مش عارفين السلام عليكم. عليكم السلام. الصوت عندك بيتردد، فعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب اتكلم؟ اه اه احنا قول. دلوقتي سامعينك. اهلا بكم اولا، شكرا على الفرصه الجميله دي. طبعا انا محمد، سوشيال ميديا سبيشاليست، وكان يعني املي وطموحي ان انا اكون بيرفورمانس ماركتينج ان شاء الله. هو انا يعني مش عاوز اقول ان يعني ان حته مثلا ايه، لا ان انا حد شاطر، لا انا دايما بعترف ان انا يعني لازم افضل اتعلم، وان انا لسه يعني ايه، لا لا ان هو هفضل اتعلم، بس دايما بيبقى عندي او في المكان اللي انا شغال فيه حاليا يعني بيبقى عندي بعض الافكار الكرياتيف، ممكن في بعض الاحيان بتكون ميزات نفسيه، بس مش بحس ان البورد بيقدر الافكار دي، فبضطر ان انا اسكت بعد كده. يعني حصلت كتير ان انا اقترحت افكار كتير، والافكار دي بلاقي ان فعلا يعني بعد ما بكون عملت ريسيرش كتير يعني بصراحه بفضل الله اولا طبعا، مش بلاقي ان في حد عمل الافكار اللي انا بتكلم فيها او بقولها انا ديت، بس يعني بياخدوها واللي هو من باب التطنيش يعني، هو بياخدها وبعد كده مفيش، فبضطر بعد كده ان انا اسكت بقى خلاص، طالما حضر عندي فكرة او حضر على بالي فكرة، فبعد كده مش خلاص بخليها في ذهنه وبخليها لنفسه بعد كده. فبصراحة يعني الحاجة اللي زي كده بيكون حلها ايه. كمان نقطة او كمان بوينت برضه عايز اتكلم فيها، بيبقى عندي قدرات نفسي اطلعها، يعني ممكن يبقى عندي افكار تسويقيه كتير بصراحه. وعموما انا شغال في المجال الدروب شيبنج السوق السعودي، بس في نفس الوقت انا عاوز يبقى عندي ايه، او يعني ايه ان انا يعني اطلع قدراتي اكتر وبشكل اوسع وبشكل اكبر. في نفس الوقت مش بلاقي ان المكان ده بيساعدني ان الافكار دي تتحقق او انها تحصل. فأتمنى لو مثلا حضرتك أو الأستاذ محمود يقول لي لو إن دي مشكلة، لو هي مشكلة تتحل إزاي، أو أتصرف في حاجة زي كده إزاي. وبس كده، وشكرا لكم طبعا. العفو. مبدئيا انا عايزه اقول لك ان انت بتقول حاجه مهمه جدا، وعند تقريبا نص البني ادمين، يعني نص البني ادمين في العالم، مش عندك لوحدك. تمام. فمش عايزك تحس ان المشكله اللي انت قلتها دلوقتي دي حاجه، هي محتاجه ايه بقى؟ هحكي لكم حدوته كانفا. هل حد مش عارف كانفا؟ كانفا بتاع الديزاينز، الابلكيشن بتاع ديزاينز. لو انا حاليا بعمل برزنتيشن عليه دلوقتي وانا هتواصل اوكي مع حلو حضرتك. جدا. تمام. هحكي لك قصه البنت اللي عملت كانفا. البنت اللي عملت كانفا دي كانت ايه؟ كانت هي بنت من استراليا، عاشت هي وصاحبها في بيت، وبعدين كانوا بيروحوا الجامعه، جات لهم فكره، هم بيعرفوا يشتغلوا على الفوتوشوب كويس قوي، جات لهم فكره هما الاثنين انه ايه ده، طب احنا ليه الفوتوشوب ده مليان زراير كتير قوي، طب ما نعمل حاجه، نعمل حاجه زرايرها اقل، وتخلي اي حد حتى لو هو مش محترف في التصاميم يقدر ان هو يشتغل. انا هقسم ردي على جزئين، وده اول جزء فيه. فالبنت دي هي والولد ابتدوا يشتغلوا على كانفا. هم راحوا لميت انفستور 100 100، ده في 3 سنين، يعني هم قعدوا 3 سنين بيتقال لهم لا روحوا مش هنديكوا ولا مليم. 3 سنين. انا بس عايزاكم تتخيلوا الرقم، لان ساعات واحنا، هو ده اللي بقول لكم عليه، listen actively، حسوا بالرقم 3 سنين. This is too much. مين ممكن يتحمل ان 100 مرة يتقال له لا؟ اوكي. طيب خلوني اقول لكم الدرس المستفاد، عشان الدرس المستفاد من القصة المرة دي مش زي ما احنا بنسمع في التلفزيون انك تصر على فكرتك وانك لازم تجري ومحمود العسيلي يطلع يغني لا مش هو ده خالص السيناريو هنا. السيناريو هنا ان هي لما جت تقول ايه اللي خلاها تنجح في المرة 101 او في المرة 102، لان هي ما قالتش هي كانت رقم كام بالظبط، ما كانش اصرارها، هي اكتشفت ان الغلط عندها هي. وده اللي كتير قوي محدش بيقوله لنا، اللي هو ايه بقى، هو انا عرضت الفكرة ازاي؟ ازاي دي اهم بكتير من الفكرة نفسها. يعني لو احنا هنقسم البرسنتج ما بين الفكرة ازاي
انا عرضت الفكره ازاي وما بين الفكره هي ايه هي. يعني خليني احكي لك، لو احنا كلنا بنتفرج على شارك تانكس هتلاقوا انه كتير قوي الانفستور اللي قاعد على الكرسي، بغض النظر عن اتفقنا او اختلفنا مع البرنامج نفسه، هتلاقيه ما بيشتريش الفكره اللي بتكسبه خالص على الفكره. وده اللي البنت دي اكتشفته وهي عماله تروح لميت انفستور. قالت ايه بقى؟ قالت ان انا عرضي للفكره، انا ما كنتش بقول ولا واحد من الميت انفستور حاجه تربطه هو بالفكره بتاعتي، يعني تربط الايموشنز بتاعته بالفكره بتاعتي، تربطه بالايموشنز. ده هو التسويق دلوقتي، ده المستقبل بتاع التسويق كله. يعني احنا هنخرج سنه هنا نقول انه الماركتنج قائم على الايموشنز دلوقتي. والكوميونيكيشن يعني، وده بقى اللي اثبتت الدراسات، احنا طول عمرنا بنتربى على ان الشغل شغل، مع ان احنا بلد ثقافتها، وده مش شتيمه، اللي انا هقوله ده مش شتيمه، دي ثقافه البلد اللي احنا عايشين فيها. وده علم، علم معناه ايه؟ ان احنا بلد طريقتها في التعامل اسمها high context in communication. high context communication دي هحكي لكم عليها كمان شوية، بس هي معناها ان احنا بنستخدم non-verbal signals. يعني لو انا النهاردة مثلا عزمت ناس في البيت وجيت قلت للراجل لا 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 انت ما كلتش، هو ده معناه ان هو فعلا ما كلش؟ لا هو ما كلش، دي انا قصدي ان هو اكلته كانت صغيرة. يعني فاحنا دي طريقتنا في الكلام، ان احنا مش بنقول الكلام دقيق 100%، هجي لك واحده واحده ونص وتلاقيه وصل 2 الا ربع. هي دي ثقافه البلد. فالنهارده لما اكون احنا ايه انا بعرض فكره على حد، والفكره دي الكوميونيكيشن، خلينا بس اقول الاول ان الكوميونيكيشن نفسها، موضوع الشغل شغل، والشغل ما لوش علاقه بالعواطف، لا الشغل ليه علاقه بالعواطف، وليه علاقه بتقديرنا للاشخاص اللي حوالينا، وليه علاقه باحترامنا للاشخاص اللي حوالينا، وليه علاقه بان احنا اكتشلي ان احنا نعبر عن تعاطفنا مع الاشخاص اللي حوالينا. انا تقريبا كنت لسه هقاطعها واقول لها انا عندي بيج ايشو في الموضوع ده مع الناس، ان العواطف دايما انا بقول ان هي فيها مشكله، ان احنا بنستغل العواطف غلط. يعني مثلا انا عندي مشكله مع انا اسفه مديري، معلش الخط قطع. لا ما هو تقريبا هو زي اكتسب بقول لهم، هو عارف ان انا كنت هدخل ارد عليك في الحته دي، لان انا عندي مشكله في الحته دي مع الناس. دايما بقول لهم جمله كده ان العواطف سرطان البيزنس، يعني البيزنس نفسه لما بيخش فيه جو عاطفي وهكذا بحس ان الدنيا اوكي حلو بتبوظ. قوي. يعني خليني هرد الاول على احمد، صح اللي سأل السؤال اه مظبوط. هرد على احمد وهاجي انا وانت نديبيت في الحته دي سوا دلوقتي حالا. بس خليني اقول انه اكشلي هي الدراسات اثبتت مؤخرا ان اي ليدر ناجح في شغله، يمكن دي نقطه من النقط بتاعت الميتنج النهارده، ان الليدر لازم يتعاطف مع الاشخاص اللي معاه، ولازم يبين التعاطف ده بشكل ذكي. فلا المشاعر ليها دور في الكوميونيكيشن مهم جدا when it comes to business برضو، بس ده مش معناه ان احنا يعني حاجات كتير، لكن هاجي لك انا دلوقتي. فكنت بقول لاحمد ان البنت دي اتعرضت لميت رفض، ورجعت لما جت قالت ان ايه السبب، ما قالتش ان السبب ان انا اصريت على فكرتي وان انا كنت متمسكه بيها. هو طبعا ده سبب من الاسباب، بس ده سبب بديهي، انك تتمسك بفكرتك ده سبب بديهي، لكن الفكره في طريقه عرض الفكره. فخلينا دايما نرجع انا عرضت الفكره دي على مين. النقطه الثانيه، وده النص الاجابه الثاني اللي هو نقطه رقم 3 في الافكتيف كوميونيكيشن استراتيجيز، دي نقطه رقم 3 اللي انا هحكي عنها دلوقتي. دي نو يور اودينس، هو انت بتكلم مين على الفكره بتاعتك. في مقوله كده بتقول ايه، بتقول يور اودينس دول، يعني ايه يور اودينس؟ مش احنا كلنا اعتقد عندنا يعني ممكن في اغلبنا ليه علاقه شغلنا ليه علاقه بالماركتنج. اما بتقوم اي كامبين، لما بتقوم اي كامبين مش لازم تكون على السوشيال ميديا، على التلفزيون، بيلبورد، ايا كان، لازم تحطها في المكان اللي الاودينس بتوعك هيشوفوها. فمن المنطق ان انا لما اجي اعرض الفكره بتاعتي اعرضها على الاودينس الصح. لما اجي كوميونيكيت مع حد لازم ابقى عارف انا هتكلم دلوقتي مع شخص عامل ازاي. وفي الحته دي هقول حاجتين مهمين قوي. اول حاجه ان انا ما احطش توقعاتي بناء على قدراتي انا، لا احط توقعاتي بناء على قدرات الشخص اللي قدامي. فما ينفعش ان انا افضل مستني من الشخص اللي قدامي حاجات عشان انا متوقع منه الحاجات دي، لا هو الابيليتي قدراته هو توصل له لغايه فين. فدايما ايه، ما ينفعش يبقى فيه عربيه 127 وانا مستنيها تطلع على الخامس، مش منطقي.
لان هي قدرتها مش هتوديها، بس انا مستني منها تعمل. هي لو حسنت من نفسها هتوصل. مستحيل. الفيزيكس والميكانيكس وكل حاجه في الدنيا بتقول ان ده مستحيل. اوكي، فبالتالي انا لازم ارجع تاني اسال نفسي، هو انا بعرض الفكره ازاي وبعرضها على مين؟ والنقطتين دول مهمين جدا ودايما هيكملوا بعض. ففي اول حاجه ما ينفعش ان انا لما اكون بكلم الاودينس بتوعي انتظر منهم اللي انا متوقعه، انا انتظر منهم اللي قدراتهم هما هتديها لي. وكل اللي انا بقوله ده على ما يبدو كلام جميل جدا، احتمال يبقى جميل بالنسبه لكم انتوا كمان، بس الفكره كلها ان انا لازم اكون عارف انه محتاج تمرين. يعني كل نقطه من دول هي عامله زي العضله اللي انت هتروح تمرنها عشان تقويها عشان تعرف تشتغل بعد كده بشكل اوتوماتيك. اوكي، وما تاخدش منك مجهود وانت بتعملها. فاول جزء في نو يور اودينس هي الجزء بتاع ان انا ما انتظرش ده. تاني جزء بقى، مفيش حاجه اسمها مثلا انا الفكره بتاعتي كده كده حلوه وكفايه قوي ان هي عجباني لوحدي. احنا بنقابل نوعين من الاشخاص في الانترفيوز، او يعني مش نوعين بس في نوعين كده مشهورين قوي. النوع بتاع لما تيجي تقول له يتكلم عن نفسه يبقى محرج قوي ان هو يقول لنا قدراته مثلا، كان هو هيبقى مغرور، فيقول لك لا 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 لا، الناس هي اللي تقول مش انا اللي اقول انا بعرف ولا ما بعرفش. ده نوع من الاشخاص ومشهور جدا ومنتشر جدا. والنوع التاني بتاع انا كفايه ان الفكره دي عجباني، ان شاء الله معناها عجبتهم، مش مهم يعني، انا مش شاغلني خالص هي عجبت بقيه الناس ولا لا، مش هي فكرتي عجباني. ايوه، ما هي لو عجبك لوحدك مين اللي هيشتريها؟ يعني مين اللي هيشتري الفكره اللي انت عجبك لوحدك دي؟ انت هتحطها في الدرج، هي مش هتطلع. فانت محتاج اكتشلي اودينس يعجبه الفكره عشان يبقى ليها قيمه، عشان يبقى ليها فاليو. لكن هي طول ما هي عجبك لوحدك هي ملهاش قيمه. فلازم نبتدي نفكر في النقط. لما بنتكلم في البيزنس بنتكلم بيزنس، يبقى لازم نبقى عارفين ان الفكره او النقطه اللي انا عايزه كوميونيكيت بيها مع شخص هعرضها ازاي وهقولها لمين، نقطتين في غايه الاهميه عشان اعرف اوصل للي انا عايزه. اللي انا عايزه ده بقى ايه؟ ايه بقى اللي انا عايزه؟ اللي انا عايزه ده اهم حاجه في الموضوع، اللي هو هيخلينا نقول تاني ايه، listen actively. يعني ايه listen actively؟ يعني اللي انا عايزه ده لازم يكون ان احنا الاثنين نوصل للهدف الرئيسي الكبير، ان العميل يبقى راضي، ان احنا نحقق التارجت، ان انا النهارده اقدر اخلص التاسك دي في الديدلاين بتاعها. فلازم النتيجه تبقى في الاخر ان الاوبجكتيف يتحقق. هو ده اللي انا لازم افكر فيه، هي دي النتيجه اللي انا ببقى مستنيها. تمام. اتمنى يا احمد ان انا اكون رديت على السؤال بتاعك. فحاول دايما ترجع لانا عرضت الفكره ازاي وعرضتها على مين، لانه الاثنين ليهم علاقه بيك انت، ما لهمش علاقه بالمانجمنت اللي انت كنت بتتكلم عنها النهارده، وده هيحتاج منك تمارين كتير قوي. تمام. في حد تاني عنده سؤال؟ عارف تقريبا برضه سمك قطعت عندها تاني جت. انا تقريبا بعمل حاجه غلط، فالحاجه الغلط دي بتخلي الخط يقطع، فهخلي بالي. اوكي طيب ماشي. يعني في سمك تقريبا عنده سؤال. اوكي بس انا سامعين. سعيد او سيد صح؟ سيد. أو سيد قريب. بس سيد. سعيد. سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. هو انا لسه داخل معاكم دلوقتي، ما حضرتش الميتنج من اوله، بس هو انا عندي سؤال بخصوص، عندي بكرة انترفيو بخصوص سفر وكده. المشكله عندي ان هو السالري شويه انا شايفه قليل، لان كان عندي خبره قبل كده في، يعني انا مسافر، المفروض ان المقابله دي لسفر السعوديه. تمام. فانا عندي خبره قبل كده 8 سنين مثلا في السعوديه، وكان راتبي هناك يعني كان معدي الرقم المعروض عليا حاليا يعني. فانا يعني نقطه التفاوض والنيجوشيشن يعني بكره، انا حاليا قاعد قلقان يعني، وسبحان الله دخلت معاكم كده يعني ما كنتش شايف ان في الويبينار وكده، فظهر قدامي فجأة فقلت ادخل اشوف يعني الكلام هيبقى على ايه بالظبط، واحاول استفيد من السوفت سكيلز. يعني انا حاليا شغال عليها اوريدي مع ماكنزي وكده،
بس بحب اخد من كل حد حاجة على اساس تفيدني يعني. ف يا ريت بقى تفيدوني كده ونشوف الدنيا هتمشي ازاي بكرة ان شاء الله كده، ودعواتكم يعني. هحاول سعيد صح؟ انا قلت صح؟ ايوه اه هحاول يا سعيد ان انا اديك شوية تيبس كده في الاخر، بس هنخلص تمام البوينتس الاول، واكيد اللي انا هقوله هيساعدك في في النيجوشيشنز برضه، يعني تأكد من ده. تمام؟ طيب، يبقى جزاك الله خير، شكرا جزيلا، ربنا يخليك. شكرا. في حد تاني عنده سؤال يا محمود ولا ايه؟ ولا نتكلم في الديبيت اللي عندنا؟ طيب اه اوكي. عندنا عندنا ديبيت مهم، واول عندنا ديبيت واول مهم. واول واول ديبيت علني كده يعني، اول ديبيت بيست ايوه، ماس. دي حاجه حلوه جدا، دي حاجه حلوه جدا. اوكي، فانت من مدرسه ان المشاعر ما ينفعش تدخل في الشغل. طب انا هسالك سؤال، اسألي سؤال. هل انت شايف انه النهارده انت مثلا ما شاء الله ما شاء الله ماركتنج منتور، بقت يعني قامه، يعني بقت حاجه كبيره دلوقتي، هل انت شايف ان من غير الانسانيات اللي انت بتعملها في الشغل، ماركتنج منتور كانت هتكيب تيم قوي يقدر يوصلها للي هي فيه النهارده؟ انت هو انت جاي كليدر جون، انت جاي تجيبي جون في اول الكلام ولا شفت ايه؟ بقى؟ بس شفت بقى؟ لا، بس رجع ماشي. الحقيقه، في فرق من وجهه نظري ما بين الانسانيه وما بين العواطف. تمام، الانسانيه اللي هو إيه، تمام، انا ممكن اراعيك وانت ممكن تراعيني، انما العواطف من وجهه نظري يعني إيه، يعني تحتمل الصواب والخطا، ان العواطف ملهاش علاقه بالبيزنس خالص يعني. ما ينفعش اتعاطف معاك وانت غلط، ما ينفعش اتعاطف معاك وانت متاخر، ما ينفعش اتعاطف معاك وانت المفروض ان انت ليك او انا ليا عندك اكسبكتيشن معينه، هي بناء على التارجت بتاعك، بناء على الشطاره بتاعتك، وبعد كده نرجع اقول لك لا خلاص تمام مفيش مشكله زي الفل ومش عارف ايه، واتعاطف معاك وكده. يمكن انا شفت، او انا بتكلم ده مش من خلال دراسه عشان برضو نبقى متفقين، انا بتكلم ده من اتكلمت ده او بتكلم ده من خلال اللي انا شفته مع الشركات اللي بدخلها، وبلاقي ان العواطف فيها مبهدله الدنيا خالص يعني. مديرة مثلا في بوزيشن معين بيتعاطف مع البنت اللي شغالة معاها موظفة، بنت تانية مثلا او في شركة تانية برضو كمثال، كانت مشيت من الشركة تعاطفا مع زميلتها اللي مشيت. بعد كده زميلتها اللي مشيت عشانها دي سابتها وراحت راجعة التانية تاني. طب ما انت، طب ما اوكي. كانش ينفع يحصل. فاهمك فاهمك. طيب وهكذا. ممكن مثلا في بنت مثلا هي ايموشنالي قوي قوي قوي، فكان مديرها كل ما يجي يكلمها تروح معيطه. طب صباح الفل، احنا كده بقى مش هنقعد نشتغل بقى، احنا كده مش هنشوف ورانا ايه. تمام. صح. وهكذا. يعني بحاول دايما ان انا، انت انا عملت كل شغلي تمام، اوكي انت عملت ده تمام زي الفل، انا بقى عايز اشوف الدوكيومنتيشن واشوف الارقام واشوف الريزلت. التلاتة دول اللي انا ببص لهم، مش ببص في وش، سوري يعني، الناس اللي بتشتغل معايا مش ببص في ممكن يكون عندهم سيتويشن او سوشيال سيتويشنز معينه اجبرتهم على ده، خلاص دي انسانيه فانا ممكن اقف جنبك فيها، بس لازم ان يكون بقى از بزنس هي شخصية اعتبارية تانية مختلفة، لازم نراعيها ونديها حقها. يبقى أنا لازم أعمل يعني إيه هاند أوفر للي جنبي، أضبط الدنيا، لأن أنا ما أقعدش كده أكيد أنا تعاطفي معاك ده هيبقى ظلم للبيزنس نفسه. بالمناسبة في ناس من التيم حاضرة برضو هنا وهم شاهدين على الكلام ده اوكي. طيب خليني اقول حاجه، انا مش ضد كل اللي انت قلته، بالعكس انا مع جزء كبير جدا منه. من البنات اللي قريب قوي كنت بران انترفيوز في شركه من الشركات، وبنوته جت قالت لي ايه، لا لا لا، هي قالت لي بصي، هو انا عايزه اشتغل معاكي انتي، بس انا حاسه الفايب، هي قالت لي كده بالحرف على فكره، انا عايزه اشتغل معاكي انتي وعايزه اتعلم منك، بس انا حاسه ان الفايبز في المكان مش مريحه، واصل الناس يعني انا هبقى صغيره قوي والناس كلها كبيره، فانا حاسه ان انا مش مرتاحه نفسيا في المكان ده. اوكي، خلوني اقول حاجه في موضوع نفسيا ده. انا الاول انا متفقه معاك في جزء كبير جدا، ان العواطف لما تسوء يبقى احنا في مشكله، وانس ان العواطف هي اللي ساءت الموقف احنا في مشكله، لكن ان احنا نخليها صفر دي برضو مشكله، فهي اي حاجه زادت عن حدها خلاص يعني بقت غلط.
ان هي تبقى مش موجوده 100% في الشغل. هو بجد، هو ده مش كلامي بقى، ده الدراسات كلها النفسيه وكتب الليدرشيب كلها، يعني كل كتب الليدرشيب النهارده اللي بتطلع بقالها 6 سنين دلوقتي، يعني الفتره اللي فاتت كلها، بيقولوا ان الليدر الناجح لازم يكون جزء من علاقته بالتيم بتاعه. الليدر ده ممكن يكون ليدر لشخصين، وممكن يكون ليدر لمئة شخص، ممكن يكون سي او، وممكن يكون سوبرفايزر، بس هو جزء من نجاحه الشخصي، جزء من نجاحه كبني ادم في الكارير بتاعه، هو علاقته بالبشر. وعلاقته دي مش علاقته المهنيه فقط، هو الحته الايموشنال اللي ما بينهم، اللي هي احنا ممكن لو احنا هنسميها النهارده، عشان انا الديفينيشن الصح مش معايا، بس لو احنا هنسميها الانسانيات، بس الانسانيات اللي هي ان انا لما هاجي اعمل له سيمباثي، لما هاجي اتعاطف معاه، انا مش هعرف اتعاطف معاه كده وكده، انا محتاج كليدر ان انا اتعاطف معاه بجد، مش كده وكده، يعني الكده وكده ده مش هيشتغل. فكل واحد في مكانه النهارده تحتيه تيم من 1 لـ10 لـ1,000,000، هو في الاخر عشان ابيلد الكونكشن، انا محتاجه، انا مش لازم احبه على فكره، انا مش معنى انا اتعاطف مع شخص ان انا لازم يعني اكون احبه. فعلا في ناس بتيفالويت التاسك نفسه او البروجكت او ايا كان بناء على هو حب الشخص ده وقبله ولا لا. دي مشكله كبيره جدا بقى. انت مش مطلوب منك لا. ان انت تحبه يعني اصلا، يعني ما تحبوش، بس انت مظبوط. انا احب واكره الناس بره الشركه، يعني احب الشخص او اكرهه بره باب الشركه. وي دونت هاف تو بي فريندز، بس يو هاف تو ريسبكت ايتش اذر. يعني انا مش مضطر خالص ان انا والشخص ده اكون صحاب على فكره، وده مش بس في الليدرز، يعني احنا بنضرب مثل بالليدرز لانه هم اللي عليهم المسؤوليه اكبر. فلكن ده فطبيعي الاصغر لازم يعمل كده، يعني ده بالمنطق، يعني يبقى طبيعي ان احنا بنتكلم في الترتيب الوظيفي. لو في الترتيب الوظيفي اذا كان اللي هو عنده الاثوريتي اكبر لازم يعمل كده، لازم يبقى عنده تعاطف، ما بالك بقى بالناس وهي بتشتغل مع بعض. لا، انا لازم اكون متعاطف، لازم لما واحده تولد اتعاطف معاها. والتعاطف ده مش معناه ان انا لازم اكون بحب البنت دي هي وشغلها قد ايه، هم هايلين ورائعين ويعني بيرفكتو، لا خالص، مش كده خالص. الموضوع ملوش علاقه. نجاح التيم ليه علاقه بالانسانيات اللي ما بيننا وما بين بعض، ليه علاقه بالروح النظيفه اللي ما بيننا وما بين بعض. حتى في الكومبيتيشن احنا لو فرقتين ضد بعض تماما واحنا بنتنافس مين فينا اللي هيحقق التارجت، واللي هيحقق التارجت هو فريق واحد بس. التعاطف ذكاء. هي الفكرة في الانفايرمنت مش بتبقى عندها الثقافة دي، يعني مثلا الانفايرمنت اللي احنا فيها مثلا في مصر شاطرة جدا تكنيكال، لكن على البيزنس كوميونيكيشن والايموشنال والكلام ده كله الدنيا فعلا خراب. ليه؟ لان ممكن مثلا ايه، يعني حد من الناس او شفتها كمان في اكتر من شركه واكتر من حد، اول ما يحس ان الدنيا لود عليه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشغل، والدنيا شاده شويه والدنيا فيها ضغط شغل، معلش لا انا محتاج اروح المستشفى عشان اعلق جلوكوز. طب والشغل مش عارف مين يعمله يعني؟ طب ماشي اوكي تمام، جلوكوز مره واثنين وثلاثه، انما مش كل ضغطه نروح نركب جلوكوز. طب وبعدين انا هقول لك على حاجه، يعني بص انت هتجيلي كده، انت بقى اللي هتجيلي انا على الجرح. هو على فكره احنا يعني ناس كتير قوي، انا متاكده ان هي سامعينا، يعني انا متاكده ان ناس كتير سامعينا دلوقتي من ال 26 شخص تقريبا اللي معانا، انا مش عارفه هم كام حد دلوقتي، بس يعني 31. انا متاكده انه كل واحد في ال 31 شخص دلوقتي هيريليت لفكره الناس اللي بتتدلع في الشغل. بس انا اكشلي هقول لك على حاجه، انا يعني خليني اكون صريحه، الشخص اللي بيتدلع في الشغل خليه يتدلع لان عمره ما هيوصل لحاجه. يعني لو احنا بنتكلم على بيزنس كوميونيكيشن وهو قرر ان دي الطريقه اللي هو كوميونيكيت بيها وقت ما هو تعبان، او هو دي الطريقه اللي هو عايز يعبر بيها عن نفسه في الشغل، فتمام، انت يعني هيوصل لبوينت مش هيكبر. والناس دي للاسف عندها فكره انه لما يبقى المال مالي والبيزنس بتاعي هبقى اروح بقى اتعب فيه، لكن عشان المال مش مالي عامل زي المؤجر شقه كده، فاهم؟ المال مش مالي والحاجه مش بتاعتي والبزنس ده مش بتاعي، فانا مش هتعب فيه. انا مش هتكلم دينيا ده صح ولا غلط، لانه اكيد غلط. في ناس كده عندها كونسبت اللي هو على قد فلوسهم يعني. اوكي، هو ده غلط. ولو احنا هنتكلم على اكزامبل على قد فلوسكم، لو انا بقى هتكلم على الناحيه الثانيه،
كلمة على قد فلوسكم. كان في ولد سألني وكنت برضو بشرح بزنس كوميونيكيشن، فأنا بس عايزة أفتكر السؤال بالظبط لأن هو ساعتها سأل سؤال يعني كويس قوي. فقال لي إيه؟ فقال لي لما كنا بنتكلم، افتكرت، كنا بنتكلم ساعتها على إنه الستات في بعض الوظائف بتاخد مرتب أقل من الراجل، وده مش معناه إن أنا ست فيمينست عشان بس من الناس دلوقتي هتسخن كلها، فيا ريت يا جماعة نقلل السخونية دلوقتي، إحنا زي ما إحنا مفيش أي حاجة، أوكي تمام تمام إحنا فكنت بتكلم انه في بعض الوظائف، في بعض الوظائف اللي هي السي كلاس يعني، الستات ساعات بتاخد مرتب اقل من الراجل، وده مش شتيمه يعني. فهو ساعتها رد عليا قال لي بس ده ظلم. الولد رد عليا قال لي بس ده ايه؟ ظلم. لو في وظائف فعلا زي في البنزينه مثلا، الراجل مثلا ممكن مرتبه يبقى 3000 وشويه، which is كده كده قليل، لكن الست مثلا ممكن ترضى ب 2000 ونص وتشتغل عادي، وهما الاثنين بيعملوا نفس الحاجه. فساعتها هو رد عليه قال لي بس ده ظلم. قلت له ايه بقى اللي يحدد ده ظلم ولا لا؟ وده برضه هرد على سؤال بتاع على قد فلوسكو، العقد. مين اللي مضى، انا ولا انت؟ بس كده. طب انت كنت مربوط في كرسي وانا بيكهربوك؟ لا، طالما انت مضيت على اتفاق فانت اتفقت عليه. احنا ممكن في يوم تاني، في يوم تاني، ويعني هتمنى من ان احنا نعمل كده، لان على فكره جزء كبير جدا في البيزنس كوميونيكيشن هو مبني على الإثكس. جزء كبير جدا في البيزنس كوميونيكيشن مبني على أخلاق البيزنس، وفي مش في مصر بس في أخلاق بيزنس، لا البلاد بتختلف من بلد لبلد، الكود اوف إثكس بتاعها ممكن يختلف اختلافات بسيطة مش اختلافات كارثية، بس اللي أنا وإنت ممكن نشوفه عادي الآخرين هيشوفوه مش عادي، وهيشوفوه بره الإثكس وبره الريسبكت ليفل وبره مش عارفين، لكن احنا ممكن نشوفه عادي او العكس، ممكن حاجات تانية تبقى بالنسبة للناس عادية جدا، بس بالنسبة للكود اوف ethics، البيزنس كود اوف ethics بتاعنا هو مش عادي تماما. لكن في حاجة اسمها international code of ethics، يعني حاجات بقى ايه انا وانت والناس كلها ما ينفعش ما تعملهاش. لو احنا اشخاص بنسعى للنجاح، بنسعى للتميز، بنسعى لان انا جامد قوي وشايف نفسي ان انا، التفاصيل بتفرق. وهفضل كل شوية طول القعدة اللي احنا قاعدينها دي هقول لكم التفاصيل بتفرق. التفاصيل مش في انت شاطر في شغلك قد ايه، التفاصيل بتاعت انت كوميونيكيتر شاطر قد ايه، انت بروفيشنال قد ايه. البيزنس كوميونيكيشن داخل جواها، يعني جوه البيزنس كوميونيكيشن هو تعريف how to be professional اصلا بقى، يعني بيزنس كوميونيكيشن داخل جواها how to be professional. ففكره انك تكون بروفيشنال ملوش علاقه بانت شاطر قد ايه في الديزاينز بس، ولا شاطر قد ايه كسيلز بيرسون بياع، لا 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 خالص. طب انت شاطر قد ايه بقى في الحته بتاعت بينج بروفيشنال في الكوميونيكيشن؟ فدي يعني قول اقول برضو مثال. زمان كنا في بنشتغل على بروجكتس ايام الجامعه تبع اناكتس، ويمكن احمد عارف اناكتس. كان الاوديت بيفرق قوي في حته البرزنتيشن، وكان بيفرق كمان في الكومبيتيشن نفسها والبرزنتيشن نفسها، وان انت تاخد يعني ذا بيست اوف ذا وورلد او ذا بيست اوف ذا ايجيبت مثلا او ايا كان. ده بيعتمد 100% على البرزنتيشن سكيلز بتاعتك، وازاي ان انت تعمل كوميونيكيت كويس او تكوميونيكيت كويس جدا جدا مع الجايدز اللي قاعدين ومع بقيه البرزنترز اللي معاك والاي كونتاكت، والناس ازاي ان انت تكوميونيكيت مع البروجكت مانجر عشان لو اتسالت سؤال تعرف ترد عليه. والكلام ده كله ده من الحاجات اللي ممكن تكون انت عامل بروجكت هو اشتغلت عليه 3 4 5 6 ايام وخدت فيه نجاح اكتر من حد تاني هو بقاله مثلا سنه او 8 شهور شغال على البروجكت وراح وسافر وجي، بس انت عليت عليه بسبب ان انت عرفت تعمل كوميونيكيشنز كويسه وبرزنتيشنز كويسه، وقدرت ان انت تعمل دوكيومنتيشن كويس. يعني انا من وجهه نظري ان جزء كبير من الكوميونيكيشن بيعتمد على البرزنتيشن، انت ازاي او جزء البرزنتيشن في حته كبيره جدا جدا في الكوميونيكيشن، ازاي ان انت بتعمل برزنتيشن تكوميونيكيت مع الناس اللي بتسمعك، وازاي ان انت تقنعهم بشكل كويس، وحته الفيجوالز اللي انت بتعرضها، وكمان الجزء بتاع
ان انت ازاي تدوكمنت ده. حته الدوكمنتيشن برضو في شركات كتير لما بنيجي نشتغل لها منتورنج او ايفالويشن منتورنج وهكذا، فين يا جماعه ورقكم عشان نعمل ايفالويت للكلام ده، وفين حاجتكم؟ مفيش اي حاجه، مفيش اي دوكمنتيشن، الارقام كلها ممكن نقعد شهر عبال ما نجمع الارقام والداتا وكم اودينس وانتوا بتعملوا ايه ومين بيسلم مين والديلي تاسكس بتاعتكم ماشيه ازاي، وازاي ان انت بتفورورد ليه وهو بيفورورد ليك ازاي، وازاي تعملوا ريبورتنج والقصص دي كلها. فالحاجات دي كلها جوه برضو الكوميونيكيشن بتبقى فارقه جدا. بتحس ساعات لو انت داخل شركه فيها الكلام ده كله منظم، بتحس ان انت قطعت سنه كامله واختصرت سنه كامله من الشغل في الدوكيومنتيشن بس اللي انت عملتها، وطريقه البريزنت اللي انت عملتها تقريبا ده نفس، يعني تقريبا ماشي مع نفس المنطق بتاع اسيا لما انت كنت بتقولي على البنت التركيه او البنت الكوريه اللي هو تقريبا نفس الكونسبت كده. هنا في شركات كتير مغيبه في الموضوع ده بشكل يعني ده حقيقي يعني واشخاص كمان. احنا النهارده دلوقتي انا ما اعرفش احنا معانا طلبه جامعه ولا لا، بس احنا النهارده في طلبه الجامعه انا لما بدخل الكلاس الحقيقه بيبقى انا بسجل على الموبايل كان الورقه والقلم دي شتيمه، فانا عندي مشكله في المعاناه قديمه شويه، فالموضوع بالنسبه لي بيبقى مشكله فعلا. ده مش معناه ان انا ضد الكتابه على الموبايل عشان الناس ما تفهمنيش غلط، بس انا بحس ان الدوكيومنتيشن يعني ليها اسلوب صح المفروض تتعمل، يعني علشان انت تجت الموست بنفيتس، يعني توصل لاكتر قدر ممكن من البنفيتس من الحاجه اللي انت بتدونها. انا شايفه ان الكتابه، فانا متفقه معاك تماما يعني تماما. انا بس عايزه اقفل الحته بتاعت الدلع عشان احنا نبقى خلصناها. فالشخص اللي هو بيتدلع دي ده ما عندوش مشاكل في الكوميونيكيشن، ده عنده مشاكل في حته تانية. فاللي هو والله العظيم بجد يعني ده عنده مشاكل في اجزاء تانية من السكيلز ملهاش علاقه بالكوميونيكيشن، بس يعني ده الكوميونيكيشن دي ممكن تكون مشكله واحده من المشاكل. لكن انا اللي هقدر اقوله انه احنا اعتقد انه كل واحد فينا حابب يكون ليه بصمه في اي مكان هو بيبقى موجود فيه. البصمه دي ما بتتكونش بسهوله، البصمه دي محتاجه شقه فعلا، محتاجه شقه. يعني الكلمه دي احنا كنا نسمعها من اهالينا، وكلمه شقه احنا موجودين في الدنيا علشان نتعب وربنا يجازينا خير، فالشقه ده مش بيجي بالسهل. فموضوع بيتدلع دي قصه تانية. لكن انا هقول اخر نقطه في الافكتيف كوميونيكيشن استراتيجيز اللي هي بالنسبه لي برضو ايه مريبه شويه، يعني عليها علامات استفهام كتير او الناس مش بتبقى فاهمه، او بلاش تبقى مش بتبقى فاهمه، بتبقى فاكره ان هم كده واضحين كفايه. فخامس نقطه هي بي كلير اند كونسايز. Be clear and concise يعني ايه؟ يعني لما تيجي تقول لحد معلومة او تستقبل معلومة، انا دايما بقول اسأل اسئلة كتير، محدش يقلل من اهمية السؤال. السؤال ده من اهم الحاجات الحلوة اللي موجودة في الدنيا. انا النهاردة اتقال لي تاسك مفروض اعملها، فهمت منها شوية حاجات ومش متأكد انا فهمتها كلها ولا لا، او حتى لو انا متاكد ان انا فهمتها، فانا محتاج حاجتين عشان الموضوع ده بيعمل حاجات كتير قوي. كان في حد مره جه قال لي ايه ساره، انا عندي مشكله كبيره جدا ان انا بشتغل في مكان تحتيه مديره وانا انترنشيب، انا عندي انترنشيب في الشركه دي، فهي كل شويه تيجي تقول لي روح قول للتيم يعملوا 1 2 3 4، فالتيم منهم اللي يعملها صح وثلاث ارباعهم يعملوها غلط او كلهم يعملوها غلط، وفي الاخر انا اللي بشيل الليله ان انا اللي ما بلغتش. كل شويه اشيل انا الموضوع ان انا اللي ما بلغتش. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده كوميونيكيشن، انتوا متخيلين الموضوع عامل ازاي؟ فساعتها انا سالته تفتكر المشكله فين؟ قال لي ما تقول لهم هي. طب لو هي افترضنا ان انا شخص مثلا عندي بيرسونال اسيستنت، مشغل اسيستنت، هو ما كانش اسيستنت، هو كان انترن يعني شخص انترن عنده عامل انترنشيب بس، فهو ما كانش الاسيستنت. بس لو افترضنا يبقى حل المشكله ازاي؟ لو هو معين بيرسونال اسيستنت وكل شويه يقول لها حاجه فمش عارفه ايه، حتى وانا باخد التاسك بالذات لو التاسك دي جديده وباين ان هي تاسك، انا لازم اعمل حاجه زي ريكاب، فاسال يعني دلوقتي ده هيتعمل كذا، الديدلاين بتاعه اليوم الفلاني، طب وانت عايز فلان وفلان وانا اللي نعمل التاسك دي، طب وفلان التاني ده مش هيعملها معانا؟ لا. اوكي. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت checking questions كده. ان انا فهمت الموضوع صح. دي طريقة من الطرق. الطريقة التانية محمود لسه قايل ان انا document. ده سواء وانا بستقبل المعلومة او وانا بخرج مني المعلومة.
في كل الأحوال being clear من أهم الحاجات. being clear من أهم الحاجات. في قصة كده لذيذة قوي برضو هحكيها لكم ودي هندخل لها في الحتة بتاعت الـ communication barriers. من أهم الـ communication barriers في الدنيا الثقافة. إيه أكبر مشاكلنا في الـ communication؟ الثقافة. الثقافة دي ملهاش علاقة بأن أنا لازم أكون بتعامل مع واحد صيني يعني فهو ثقافته صيني وأنا ثقافتي مصري. لا، ممكن يكون هو من الستينات وأنا راجل مواليد ألفينات أو العكس. أو ممكن يكون أنا فرق يعني فرق الأجيال، فرق الشركات. البنكر الراجل بيشتغل في البنك ثقافته مختلفة تماماً عن الراجل بيشتغل ابن سوق تاجر في الشارع. ثقافات مختلفة تماماً. فالثقافة من أكبر الـ communication barriers اللي احنا ممكن نعملها. ففي قصة كده بتقول إن في مدير، المدير ده مدير في شركة أمريكانية بيكلم واحدة من أسبانيا، عملوا project هما الاثنين مع بعض. فالبروجكت ده المدير ده المفروض إن هو يسوبرفايز البروجكت اللي في أسبانيا، والديدلاين بتاع البروجكت ده إن أسبانيا التيم بتاع أسبانيا يسلمه له كمان شهر. تمام كده؟ لو أنتوا مش متابعين القصة ياريت تسألوا عادي جدا. طيب، فالمدير اللي في أمريكا المفروض إن هو يشرف على البروجكت اللي في أسبانيا اللي الديدلاين بتاعه كمان شهر. فاللي حصل إيه؟ اللي حصل إنه اتكلم مع البنت قال لها خلاص انا كده احنا الديدلاين بتاعنا كمان شهر، انا هاجي لكم في الميعاد ده عشان ازوركم عشان اتاكد ان كله تمام. فراحت هي ردت عليه قالت له ليتس هوب كده بالظبط، ليتس هوب خلينا نتمنى ان احنا نلحق نخلص في الميعاد. اوكي طيب، وقفلوا السكه والموضوع خلص. عدى شهر، الراجل راح يزور اسبانيا، رحبوا بيه جدا وقعدوا ياكلوه ويشربوه اهلا وسهلا وما بيتكلموش في موضوع البروجكت، والوقت يطول وما بيتكلموش في موضوع البروجكت. راح سالهم يا جماعه هو مش كان في بروجكت النهارده الديدلاين بتاعه؟ راحوا ردوا عليه قالوا له ايه؟ البنت ردت عليه قالت له ايه؟ قالت له انا قلت لك ان ليتس هوب، فده معناه ان احنا مش هنلحق، ان الشهر ده قليل، فانا افتكرتك فاهم. افتكرتك فاهم دي بقى قصه حياتنا في كل الشغلانات. وده عشان ما فيش دوكيومنتيشن. شكرا بالظبط كده، مفيش دوكيومنتيشن. وساعات مش بس الدوكيومنتيشن، ساعات الكليرنس في الكلام، ان الكلام مش واضح. وده يخلينا يعني خلينا نقول ان الكوميونيكيشن باريرز اللي هي الكالتشر اللي انا قلت لكم عليها من شويه، في حاجه اسمها لو كونتكست كالتشر وفي حاجه اسمها هاي كونتكست كالتشر، وان احنا يعني المصريين عاده بيروحوا للهاي كونتكست كالتشر اكتر اللي زي الاسبانيين كده. اللي هو انا قلت لك هاجي الساعه 2، ما انت جيت 2:30، انت ما جيت في 2. ايوه ما هي 2:30 دي مش فارقه، هي exactly this is what is high context. احنا زي اسبان اكتر، احنا ثقافتنا اسباني سنه شويه، الطليان شبهنا شويه. دلوقتي احنا بنتكلم في كيف this is a barrier. انا النهارده بتتفق مع حد على حاجه، لو احنا مش هندوكيومنت وبنتكلم على حاجه، الحاجه دي ممكن تكون صغيره او كبيره ايا كان، واحنا ما عندناش دوكيومنتيشن which is مش احسن حاجه، بس لو افترضنا ان ده اتفاق بشتري من واحد دولارات مثلا ايا كان، حاجه عبيطه يعني. فالاتفاق ده لو مش واضح فهي المشكلة من في الكوميونيكيشن والأطراف. فلازم واحد فينا يسوق الكوميونيكيشن ويتأكد إن هي صح ودقيقة، يتأكد إن هي واضحة ودقيقة. وده يخلينا برضو نقول حاجة مهمة قوي، إحنا النهاردة في ميتنج كلنا، هتلاقوا إيه اللي بيحصل؟ هتلاقوا حد فتح المايك قاعد عايز يسأل سؤال، فراح بعيد عن السؤال ورجع تاني للسؤال، وبعدين راح بعيد عن السؤال ورجع تاني للسؤال، بس ما سألش بقى السؤال اللي هو عايزه، فاحنا كلنا ما فهمناش اي حاجه خالص. اوكي، بتحصل في ميتنجز كتير جدا، هو عايز يسأل سؤال. طب ما تسأل السؤال، ما تكون السؤال في دماغك، اكتبه لو مش قادر تتأكد ان هو قصير ومفهوم كفايه عشان يكون دقيق فواضح. يعني ايه؟ هو مش معنى ان انا اكون عايز الحاجات واضحه ان هي لازم تبقى طويله وكتيره، لا، هي بالعكس، هي لازم تكون to the point. هدخل اسال السؤال، فالسؤال ويا جماعه انا مش بخوفكم عشان ما تسالوش، احنا بنتعلم نكوميونيكيت، فبليز اسالوا عادي. بس احنا بنتعلم، ودايما انا بحس ان الاماكن اللي احنا مسموح لنا نتعلم فيها، لما انا بقعد احضر سبيتش او وركشوب او كورس، انا في اي مكان في اي حته، بحس ان ده اكتر مكان امن ان انا اسال اي سؤال انا عايزه. يعني بحس ان الاماكن الامنه للاسئله هي الاماكن اللي احنا مسموح لنا نتعلم فيها، ده اكتر مكان امن للسؤال ايا كان السؤال ده شكله عامل ازاي. فخلوني ارجع تاني لحته انه انا قاعد في ميتنج،
فلا بقى خايف ان انا اسال عشان ما بانش ان انا مش عارفه ايه. يعني دي مشكله تانية كبيره جدا عند ناس كتير، ان هو خايف يسال، اصلا انا هطلع مش فاهم. طب ما تطلع مش فاهم لان انت محتاج حد يوضح لك، الا لو انت متاكد انك هتوصل للمعلومه دي بطريقه تانية وانت متاكد ان المعلومه هتبقى صح. فانت محتاج تعمل دبل تاسك دلوقتي، دبل ورك. انت محتاج تعمل دبل ورك، اول حاجه انك تشوف مين الشخص اللي هتساله، وبعدين تبقى متاكد ان الشخص ده هيقول لك المعلومه اللي انتوا سمعتوها في الميتنج دي مش ناقصها حاجه، على الرغم ان انت كان ممكن تسال السؤال في الميتنج عادي. اتفضل. صراحه محتاجين اصلا نعمل، في حد تقريبا عايز يسال بس عايز اقول حاجه، احنا محتاجين نعمل منتورنج ميتنج تاني قدام، بس عشان موضوع الميتنجز ده، موضوع الميتنجز ده محتاج قاعده لوحده. تمام ماشي اوكي. طيب مين حد عايز يسال سؤال؟ ايوه انا هسال تاني معلش. هو سؤال انا مش عارف هو السؤال ده صح ولا لا، بس اللي هو يعني انا كمحمد بحب يعني ايه، بحب اكون شاطر في المكان اللي انا فيه او شاطر في المجال بتاعي عموما، بس اللي انا عاوز اعرفه هل في بوينتس لو انا عملتها في المكان بتاعي او في المكان دوت، البوينتس ده بت يعني بتخليني فعلا ان انا يعني يكون عليا السبوت او عليا فوكس، او انه فعلا اللي هم بيقولوا عليه ايه، الشخص دوت فعلا يقدر متميز ان هو ايوه بالظبط كده متميز. أوكي. مش عارف هو السؤال ده صح ولا، بس ولو هو مش صح فالسؤال على نقيضه او عكسه، ايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها فتخليني شخص مميز يعني في اي مكان عموما؟ بس اوكي كده شكرا. هو انت حضرت معانا الاول من الاول خالص ولا لا؟ ايوه من الاول. انا كنت انا سألت عايزاك في بقى تركز الريستورانت. قوي في اللي احنا بنقوله ده، لان تمام اتاكد ان ده هيخليك مميز من تمام اول انك تسمع كويس قوي لحد اصغر نقطه. واكبر نقطه مظبوط في اللي احنا بنقوله هي محتاج منك تمرين، يعني محتاج منك تمام تمرين. تمام. فانت ما تاخدش الموضوع كله. كان عندي صديق كان دايما يقول لي ساره كسري الفيل، لما اقعد افكر في موضوع كبير قوي 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 قوي، فكان دايما يقول لي ساره كسري الفيل. فانت طول ما انت حاطط الفكره اللي في دماغك ان انا عايز ابقى متميز، دي فكره كبيره قوي، ده فيل كبير قوي، فانت كسره، خد منه حتت صغيره عشان تعرف تمسكها وتعرف تنفذها وتعرف تعملها. فانا دايما تمام لما افكر في حاجه مضايقاني ومش عارفه اعملها وابتديها ازاي، افتكر صديقي ده اللي كان بيقول لي ايه، ساره كسري الفيل. فانا دلوقتي هقول لك زي ما هو كان بيقول لي، كسر الفيل يا محمد. تمام ماشي ماشي اوكي. طيب خلونا احنا هرجع بس تاني عشان نقفل الجزء الاولاني اللي هو من اهم الحاجات، بي كلير اند كونسايز. انا لو قاعد في ميتنج، لو قاعد في كورس، قاعد في اي كان نوع الحاجه، انا محتاج، لان انا خايف ان انا اسال، لا انا محتاجه اكون سؤال. فمحتاجه اتاكد ان السؤال ده ايه، واضح كفايه، واضح بشكل كافي، وفي نفس الوقت هو دقيق، يعني داخل في الموضوع. كتير جدا من هتلاقوا ناس كتيره مشهوره، يعني مش هقول ان هم من العظماء لانه مش معنى ان حد مشهور ان هو عظيم ولا ان هو مميز، هتلاقوا ناس مشاهير كتيره جدا بتمسك المايك على الستيج وتوديك وتجيبك بقى. فانت تبقى مثلا في معلومه، هيقول اهو راحت معلومه، راحت، لان احنا رحنا حته تانية اصلا خالص دلوقتي، خرجنا بره الموضوع. اوكي. فده هيخلينا نبقى عايزين نتاكد ان سواء انا اللي ماسك المايك وبكلم الناس في البرزنتيشن بتاعتي دلوقتي، ازاي افضل طول الوقت مركز على البوينتس اللي انا بكونها، ما تسحلش مع الاسئله ولا مش عارف ايه. دي قصه كبيره زي ما محمود قال، ممكن نعملها ميتنج تاني، لكن خلوني اقول لكم ان فكره ان انا اكون واضح واتاكد ان انا خدت المعلومه بشكل واضح، دي حاجه مهمه جدا. تاني نقطة كانت ايه بقى؟ تحب يا محمود نتكلم على ايه تاني نقطة دلوقتي؟ بس هي الفكرة بقى، احنا مش يعني مش هناخدهم بالترتيب علشان الوقت هيبقى صعب، بس خلينا نقول نخش از اكشن بقى ازاي نعمل بيلد للكوميونيكيشن بشكل عملي بقى از اكشنز. لازم اعمل ايه خصوصا في 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 انترنالي جوه الشركات نفسها، سواء انا كمان كموظف عادي مع المانجر بتاعي، او انا كمانجر مع الموظفين بتوعي، سبيشالي كمان الناس اللي هي موظفه ومعاها مديرين مش احسن حاجه، لان دي فيها كلام كتير جدا. فانا ازاي اكومينيكيت مع المدير اللي هو مش احسن حاجه بالنسبه لي يعني. اوكي. طيب مبدئيا عشان انا اعرف ان انا هعمل ده ازاي، انا لازم اعرف ايه الباريرز، ايه المشاكل، ايه الحاجات اللي بتخلي الكوميونيكيشن صعبه. الحاجات الاساسيه اللي بتخلي الكوميونيكيشن صعبه واللي هي معظم الوقت بيبقى داخل فيها كل المشاكل بتاعتنا، هي الايموشنز، المشاعر، الثقافه، الثقافات المختلفه،
اللغه، وهفاجئكم في موضوع اللغه ده، والحاجات الانتربيرسونال اللي هي ليها علاقه بالصفات الشخصيه، والبرسبشن وجهه النظر. طيب ملخصا كده عشان الباريرز دي انا اوفركم كل الباريرز دي، اول حاجه هقولها عشان ادخل في كل نقطه من دول، احنا مش هنطول عليكم ان شاء الله يعني النهارده. اول حاجه ركز على سبب النقاش اللي انت دخلته. يعني لو احنا النهارده بنتكلم على انه في كونفليكت او في تشالنج او في نقاش في اختلاف وجهات النظر، choose your battles، اختار المعارك اللي انت بتدخلها، شوف الخناقه اللي انت داخلها دي تستاهل ولا ما تستاهلش. وحاجه تانية، انت داخلها ليه اصلا؟ يعني حاجه تانية، انت اصلا دخلت الخناقه دي ليه؟ هتوصل لغايه فين؟ ف choose your battles دي موضوع يعني عايز اقول لكم ان هو بيحتاج مجهود فظيع، وممكن تعملها مره وما تعرفش تعملها مره تانية. انت مش دايما هتقدر to choose your battles، انت محتاج تركز وتتقل قوي علشان تبقى متاكد طول الوقت ان انت بتختار النقاش اللي انت داخله ده للسبب الصح، وان انت داخله عشان توصل لحاجه صح. طب هو ايه دايما السبب الصح؟ احنا قلنا من شويه انه دايما هكون حاطط في البيز قبل اي كلام وقبل اي كوميونيكيشن ان في اوبجكتيف. الاوبجكتيف ده ممكن يكون حاجه صغيره، مثلا يعني قصدي ايه بحاجه صغيره؟ مش لازم تكون التارجت السنوي مثلا بتاع الشركه، لا خالص، ممكن يكون ان احنا هنعمل ديزاينز هنعمل بريف للكلاينت الجديد، هنعمل له مثلا جايد لاينز، او هنعمل له فريم ورك، حاجه صغيره كده هنقدمها له، وده الاوبجكتيف بتاعنا. وجينا اختلفنا واحنا شغالين، احنا اصلا هدفنا نطلع بايه في الاخر؟ بالفريم ورك. انا هدفي في الاخر ان انا اطلع بالفريم ورك. فاي حاجه في الشغل دايما عشان انت ما تاخدش الامور على اعصابك قوي، وتاخد الرفض او القبول او الـ يعني كلنا عايزين نسعى الفيدباك بوزيتيف كلنا، بس خلوا بالكوا فكره وجود البوزيتيف فيدباك مش موجوده كده حوالينا، يعني مش حاجه سهله انك تلاقيها لاسباب كتير، منها الحاجات اللي انا لسه قايله منها ايه اللي هي الباريرز اللي هي ايه الانتربيرسونال، اصلا الشخص ده ما بيعرفش يقول كلام حلو يعني، وما اكثرهم ما اكثرهم. فالطبطبه مهمه اكشلي يس، والليدرز لو احنا بنتكلم على ليدرز مهم قوي. بس انا في النقطه دي عايزه اسال سؤال محتاجه ان انتوا تجاوبوني عليه، تفتكروا مين اللي الكوميونيكيشن بتاعته اصعب، اللي معاه سوبر اللي معاه سلطه اكبر، ولا اللي معاه سلطه اقل؟ تفتكروا مين اصعب؟ محمد انت لسه رافع ايدك ولا ده من المره اللي فاتت ولا المره دي؟ موجود. انا بالنسبه لي اللي معاه سلطه اصعب. ليه؟ لانه من وجهه هو مجرد بس او هي مجرد وجهه نظر، انه ممكن اللي سلطته اقل عنده حته ان الكوميونيكيشن قويه، بيقدر انه يتواصل، وممكن في نفس الوقت يغلب اللي عنده سلطه وهي مجرد وجهه نظر ان لم اخطئ يعني. فبالنسبة لي بصراحة اللي عنده سلطة ممكن نقطة الكوميونيكيشن عنده ممكن فيها يعني تكون يعني عنده فيها مشكلة، فما بيقدرش يعني يتواصل أو كده، فبالتالي إنه ممكن اللي سلطته أقل ممكن يغلبه في الكوميونيكيشن فعلا. فمش عارف تكون إيه تقريبا قصده معتمده، وده اللي انا برضو كنت لسه اقوله، هو تقريبا قصده معتمد على المينتاليتي بتاعه الشخص والكالتشر بتاعه. ممكن يكون مدير هو عنده جود كوميونيكيشنز، فقادر ان هو يحتوي الناس اللي معاه وقادر يظبط الدنيا، واللي تحتيه تمام فعارف يظبط الدنيا، وممكن يكون العكس. صح كده؟ اوكي حلو جدا. طيب حد عنده راي مخالف؟ حد عنده رأي عكس الرأي بتاع ان المدير، او حد عنده سبب مختلف عن السبب ده؟ في حد رفع ايده؟ احمد احمد انت رفعت ايدك بالغلط؟ اوكي احمد اختفى. انت سامعيني الاول ولا انا صوتي راح؟ اهلا. لا تمام اوكي طيب تمام. او احمد رجع. أنا ببساطة شايف إن اللي عنده سلطة قليلة بيبقى كويس في الكوميونيكيشن أكتر من اللي عنده سلطة كبيرة. ليه بقى؟ علشان مش بيبقى عنده حاجة خايف يخسرها،
انما المسؤول دايما بيبقى خايف على سلطته وخايف طب على بتشتغل ايه يا البوزيشن. احمد؟ بتشتغل ايه؟ انا سوفت وير انجينير و مش سامعك قطع. الو اوكي سامعيني؟ ايوه انا سمعت سوفت وير انجينير، بعد كده سمعت حاجه، كنت هتقول حاجه تانية؟ لا بس انا معاكم. اوكي انت منور. الله ماشي يخليك شكرا. طيب اوكي اكشلي صح، هو اللي احمد قاله يعني اقرب للاصح، لانه دايما اللي عنده سوبريوريتي اعلى، عنده سوبريوريتي اعلى في الشغل. هو طبعا الكلام اللي انتوا الاثنين قلتوه صح، لكن السبب اللي احمد قاله ادق شويه، انه اي حد جوه التيم، يعني خلونا نقول انه باي بوك، بلاش نقول على اللي بيحصل في الواقع عشان انا عارفه دلوقتي ان السكاكين هتترفع. اللي بيحصل في الواقع حاجه، واللي انا هقوله دلوقتي يعني هو مش ده اللي دايما بيحصل للاسف، لكن خلوني اقول انه اي حد عنده تيم، انا مثلا واحده من فريق مكون من 3 4 افراد وفوقينا مدير، لو حد فينا بوظ حاجه في الكوميونيكيشن، فمهما عمل هي الاوثوريتي الاكبر، هي اللي مشكلتها اكبر بكتير في الكوميونيكيشن. ليه؟ لان انت كل ما بتتدرج وظيفيا اعلى، كل ما انت اصلا التكنيكاليتيز اللي انت محتاج لها في شغلك اقل، بالعكس انت محتاج تبقى كوميونيكيتور شاطر. يعني السي او ما بيشتغلش بايديه، هو بيعمل ايه؟ هو بيكوميونيكيت طول اليوم مع عميل زعلان، ولا مع مشكله عند موظف، ولا عند ان هو محتاج يتكلم مع البورد عشان يشوف مشاكلهم يحلها لهم، ولا ان هو يقعد يتاكد ان الاوبجكتيفز مش عارفه وصلت صح للناس، ولا. هو كل ما انت بتتدرج وظيفيا اعلى، كل ما انت ما بقتش بتشتغل اكتر في الحاجات التكنيكال بشكل كبير. يعني ممكن اصلا صاحب الشركه ده ولا البورد ممبر ده يكون اساسا الباك جراوندز بتاعته ملهاش علاقه بالاندستري كلها، يعني مش فاهم مثلا هنفترض ان هو بس اصلا راجل مدير مالي، هو اساسا راجل مدير مالي وبقى سي او، هل هو فاهم كل حاجه في الماركتنج؟ اكيد لا. عايز اقول بس بقى على حاجه، قول ده بيبقى من اسوء انواع المديرين. ليه بنروح له قول الشركه، اقول لك ليه بنروح له الشركه، بيبقى معاه بقى ايه التيم بتاع الديجيتال ماركتنج او الماركتنج، نقول له نبتدي بقى نعمل معاه ايفالويشن ونساله بقى ايه الامور مع الموظفين، مين كويس مين وحش، بيبتدي يقيم وايفالويت الناس من خلال وجهة نظره مش من خلال الورقة والقلم والارقام والشغل بتاع الناس. بلس ان هو مش بيعرف يكومينيكيت مع الناس لاسباب كتير، اولهم ان هو مش قادر ييفالويت الناس دي بتشتغل صح ولا غلط، دي اول حاجه. تاني حاجه هو مش قادر ان هو يديهم ديتيلز كبيره في التاسكز اللي قادرين ان هم يشتغلوا عليها عشان يقدر يريحهم، فاوريدي هنا الكوميونيكيشن بتروح في حته تانيه. تالت حاجه هم بيبقوا شايفين ان هو لو كواليتي في التكنيكال ولو كواليتي في الجزء بتاع الشغل بتاعه، فاوريدي مش بيقدروا ان هم يديله الاحترام الكافي في رايه حتى لو كان هو رايه صح. بلس اوكي هم بيشتغلوا كتير بقى، تمام؟ لو هم ناس مش تمام او موظفين لعبيين شويه بيبتدي يشتغلوا كتير. لو هم ناس شاطره بيبقوا مأذيين نفسيا، اللي هو انت اصلا مين، انا ولا عارف اتعلم منك حاجه ولا عارف طيب تدوس لي حاجه ولا انا انت عارف. انا عايزه اقول حاجه يا محمود، انا مبسوطه جدا ان انت واخد السايد بتاع الباد اكزامبلز، انا سعيده. بس انا هقول لك على حاجه، ان الشخص اللي انت بتوصفه ده مش كوميونيكيتور اصلا ولا مدير اصلا، يعني احنا بنتكلم على البيزنس كوميونيكيشن، فهو مش مشكلته في الكوميونيكيشن، مشكلته ان هو ما ينفعش يبقى صاحب شركه. ايوه فهمتني؟ يعني احنا بنتكلم هنا على، خليني انا احكي لك على نموذج قدام النموذج اللي انت حكيته ده. انا اعرف واحد، وده حقيقي، انا اعرف شخص مهندس طيران، عنده النهارده 34 سنه، فاتح مصنع، مهندس اساسا الباك جراوند ايه؟ او مهندس طيران. اشتغل ايه في حياته؟ حاجات كتير قوي قوي قوي، من اول ان هو عدل العربيات، يعني هو اشتغل حاجات من اول ان هو شايل شويله راح يعدل عربيات، تمام؟ طيب فخليني اقول لك ان ده نموذج تاني. الشخص ده النهارده هو فاتح مصنع، الباك جراوند بتاعته لا هي ماركتنج ولا هي الاندستري اللي هو بيشتغل فيها اصلا ولا اي حاجه خالص، بس هو في الاخر هو ما شاء الله اكزامبل ناجح، لا الناس بتشتغله ولا اي حاجه. طب هو ليه، ايه الفرق ما بين اللي انت حكيته واللي انا حكيته؟ ده اتعلم وده ما اتعلمش، ومش اتعلم بالضبط. بس بيزنس كوميونيكيشن، هو اتعلم الصنعه،
يعني ايه؟ يعني هو الفكره كلها انه ما ينفعش حد يقرر ان هو يفتح شركه، ودي مشكله تانية ممكن نبقى كان فيها في يوم تاني، بس انا هجري عليها بسرعه كده. انه ما ينفعش حد يقرر ان هو يفتح شركه وهو مش متاكد من شويه حاجات. احنا بتبين الصوره من بره ان هي سهله، بس انا كل اللي اعرفهم اللي كانوا فاكرين الصوره هي سهله رجعوا يندموا بعدين. مش ندموا يعني بقى فشلوا، لا، ندموا في نظرتهم لسهوله الموقف. ممكن يكونوا ما فشلوش، بس نظرتهم لان الموضوع سهل من بره ده اللي هم ندموا عليه، ان هم ما كانوش مقيمين المواضيع صح، وان قد ايه الموضوع طلع اصعب من النظره السهله اللي كانت في الاول. فخليني اقول انه الشخص اللي انت حكيته ده موجود وكتير، وبنشوفه وفي كل حته، وصدقني مش في مصر بس، ده موجود في كل حته. اقول لك على حاجه تانية، شركه الطحان من اعظم الشركات في مصر. راجل معلوماتي، يعني معلوماتي، ما بيعرفش يقرا ويكتب، وانا يعني شبه متاكده من المعلومات دي لان انا اعرفه، بس هو اصلا بيعرف، شخص ما بيعرفش يقرا ويكتب، وهو فخور جدا وما عندوش اي مشكله واي بس راجل يعني لما تيجي تتكلم عن الصناعه فهمها، راجل عنده صنعه. وفي نفس الوقت هو اللي على فكره بيفهم في الماركتنج، وجاب ناس تشتغل الماركتنج، جاب ناس تشتغل الفاينانس، جاب ناس مذاكره ودرست وخريجه الجامعه الامريكيه يشيلهم الملازم. هو بقى ايه، عرف يعمل ايه؟ عرف ان هو يبني كل الفريق ده علشان النهارده هو مثلا يبقى عنده شركات التمر اللي عنده، وعنده شركات المطاحن اللي عنده اللي بيطلع منها مش عارف المنتجات عامله ازاي. لكن تكنيكلي هو عامل ازاي؟ هو في الاخر ابتدى ازاي؟ هو اصلا ما يعرفش حاجه عن القرايه والكتابه. اللي انا عايز اقوله ان اللي عايز يتعلم بيتعلم، بيتعلم بقى من الورق والقلم والكتاب، او زي النموذج الاولاني اللي انا حكيت عنه اللي عنده مصنع دلوقتي، او زي الطحان اللي هو راجل يعني اكيد دلوقتي عنده مثلا 70 سنه او حاجه انا ما اعرفش، بس هو راجل كبير محترم جدا. النموذجين اللي احنا بنحكي عنهم دول ناس محترمه جدا وحققت نجاحات باهره باهره، والاثنين اتعلموا بنفسهم. يعني الاثنين سعوا للتعلم في حاجه هم ما بيفهموش فيها اي حاجه. طب هل ده معناه ان سواء ده او ده فاهم بقى في كل تفاصيل الماركتنج وفاهم في كل تفاصيل الفاينانس لا طبعا. هل هو لا، هو هيعرف يعمل ايه؟ هيعرف يتعلم، او ياخد، يعرف يقرا تقرير، يعرف مش عارف يعمل ايه. ده بقى طبعا اللي بيميز حد عن حد. ف لو احنا هنتكلم عن فكره انه الناس النهارده، انا 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 لما اجي اقابل التشالنج في ان انا تحتية تيم مش عارف اكوميونيكيت معاه، انا في مشكلة كبيرة جدا اكتر من التيم اللي تحتية ذات نفسه. انا هنا عندي مشكلة ان انا السوبرفايزر او انا اللي ام ليدنج ذا تيم، انا الكوميونيكيتر ما بيني وما بين التيم، وانا الكوميونيكيتر ما بيني وما بين كل واحد جوه التيم، وانا الكوميونيكيتر ما بيني وما بين الادارة اللي ماسكاني انا بقى، انا والتيم. فانا قاعد في حتة محتاج ان انا اقدر اهندل اطراف كتيرة جدا when it comes to communication. احنا انا كنت كلمتكم شويه عن الكالتشر، انا هخلص بس جزء الكالتشر لما بيكون بارير. اللو كونتكست كالتشر والهاي كونتكست كالتشر زي الاكزامبل اللي انا حكيته لكم، في واحد لما قال الديدلاين كمان شهر كان يعني ان الديدلاين كمان شهر، وفي واحده تانية قالت له ليتس هوب، خلينا نتمنى انه يخلص كمان شهر في الوقت اللي انت حطيته، كانت تقصد انه في الاغلب احنا مش هنلحق فما تستناهوش. فحلوه كانت قصدي وكنت اقصد دي. فبليز احنا كلنا في مصر معظمنا، عشان انا ما بحبش التعميم، بنحب الهاي كونتكست كلتشر. احنا بنميل لايه بقى؟ للنون فيربال سيجنلز، ان احنا نستخدم ايدينا وملامحنا وتعبيراتنا وافهاتنا في ان هي توصل الرسائل اكتر من الجمل الواضحه الدقيقه. دي مش شتيمه، دي مش حاجه وحشه، لا الكتاب لا الكتب العلميه قالت ان الشخص اللو كونتكست كلتشر ده راجل ما بيفهمش حاجه، ولا قالت ان الهاي كونتكست كلتشر ده راجل ما بيفهمش حاجه. بالعكس، احنا بس لازم نلاقي خط في النص نتكلم فيه. الخط اللي في النص ده ان راجل لو كونتكست ده راجل باي وورد، الكلمه اللي قالها هينفذها، زي الالمان، زي ناس كتير، بس خلينا نضرب مثل بالالمان وناس تانية. لكن المصريين اللي هم زي حالتنا، احنا هاي كونتكست كلتشر. الهاي كونتكست كلتشر ده النهارده لما اجي اتعامل مع راجل مثلا، اقول لكم مين بقى اللي عندنا احنا هنا لو كونتكست كلتشر؟ لو اي حد فيكم بابا كان ضابط جيش او شرطه، يعني من الناس القديمه، هتلاقيه ايه؟ ساعه الكلمه اللي بيقولها هي كلمه، الموضوع انتهى. هيصحى 7 الصبح يبقى هيصحى 7 الصبح، هيوصل 8:30 و5 يبقى هيوصل 8:30 و5. ومش في المواعيد بس، هو عامه طباع الاشخاص بتوع الجيش لو كونتكست كلتشر، هما بيستخدموا الكلمات، كلمة الكلمة
للتعبير للكوميونيكيشن، فبيستخدم الكلمه فهو يقصد. لو قال لك هوريك يبقى هيوريك، الموضوع انتهى. تمام؟ فده اللي انا اقصده بلو كونتكست كلتشر وهاي كونتكست كلتشر. ده بارير من الباريرز ان احنا ما بنعرفش نكوميونيكيت. لو احنا انا جاي من هناك وانت جاي من هناك فمش لاقيين حته نتكلم فيها، طب اعمل ايه بقى؟ طب انا عارف ان الشخص ده كده، ومش مهم انا بقى فين، بقى وظيفين في الشركه، انا عارف ان مديري راجل الماني، راجل لو كونتكست كلتشر، فانا لازم اكون متاكد وانا بخرج الكلام ان انا هو هيبقى فاهم ان انا كان قصدي بيه مش كذا، لا كذا، ما كانش قصدي الساعه 2 بالظبط، انا لو جيت 2 وربع عادي. فانا اقول له ايه within من مثلا من الساعه 2 لغايه 2:15 مثلا، فاتاكد ان المعلومه واضحه تماما، فنلاقي خط بقى في النص كده نتكلم عنه. انا مش عايز اطول عليكم، بس ده كان اول نقطه في الباريرز اللي احنا يعني اللي احنا ممكن نتكلم عنه المره الجايه. الحاجات اللي ليها علاقه بالكتابه، احنا بنكتب ازاي، النون فيربال سيجنلز، واعتقد انه يعني نون فيربال سيجنلز دي حاجه من اهم الحاجات. هديكم مثال او هقول لكم دراسه اتعملت. الدراسه بتقول انه يا جماعه كل الحاجات اللي انتم بتعملوها بجسمكم، خلونا نقول انه يعني برضو ما بقاش في حاجه اسمها بودي لانجويج، ما بقاش اسمها بودي لانجويج دلوقتي، بقى اسمها نون فيربال سيجنلز. نون فيربال سيجنلز هي البودي لانجويج. وبرضو ده لمعلوماتكم انه الدراسات برضو اثبتت ان مش معنى ان انا مربع ايدي ان انا يعني في حاله دفاع، والكلام اللي الناس كانت بتقوله ده مش صح. حتى المخابرات القديمة، لو انتوا لسه يعني لو في حد بيتفرج على الفيديوهات بتاعت المخابرات والكلام ده، اللي هي كانت بتقرأ البادي لانجوج زمان وكانوا بيمسكوا الناس مش عارفة ايه، which is true، دي قصص حقيقية حصلت. بس النهاردة لما احنا بنشوف شخص حطت رجل على رجل، كان زمان ده عيب، دلوقتي ناس بتحط رجل على رجل في اي حتة في اي مكان. الحقيقة في حاجة كتير قوي محتاجين نتكلم عنها. النون فيربال سيجنلز، من اول انت لابس ايه، من اول انت لابس ايه، لحد انت قاعد في انهي مكان في الاوضه، لحد انت باصص للناس ازاي وقمت وقفت ازاي، كل الحاجات دي بتدي عنك انطباعات فوق ما انت ممكن تتخيل. والدراسه بتقول ان الحقيقه يعني 75% من الكوميونيكيشن هو عن طريق النون فيربال سيجنلز، والباقي كله متوزع على التون اوف فويس، نبره الصوت، واقل نسبه هي للكلام. اقل نسبه هي للكلام، يعني الكلام الخارج منك هو اقل نسبه في الكوميونيكيشن. يعني تأثر الشخص اللي قدامك في الإمبريشن، في إنه يبني عنك انطباع، بيتأثر أكبر نسبة بالنون فيربال سيجنالز، وبعد كده يروح للباقيين. هنتكلم أكتر لو أنتم يعني عايزين إن إحنا ندخل أكتر في التفاصيل دي. كذا حد عايز يسأل أصلاً، يعني في عمر وأحمد ويسرى، وفي كذا حد عايز يسأل. ممكن أسأل أستاذ محمود؟ اه اتفضل. اكيد. شكرا على المحاضره الجميله ديت. وحضرتك قلتي مش عايز اطول عليكم، انا نتمنى ان حضرتك تطول الكلام، جميل جدا. انا كان عندي سؤال. هو انا حاليا دلوقتي في شركه هي بيئه عمل كويسه جدا، بس انا من النوع اللي هو زي ما حضرتك شبهت اللي هو حته الجيش ديت اللي هو هاي، وهم هناك يعني حاسس ان هم ايه له شويه، فانا ازاي اتاقلم مع الوضع دوت؟ انا بحب اسلم شغلي في المواعيد والتاخير وكده. اوكي. طيب مبدئيا كده المجال اللي انت بتشتغل فيه ايه؟ هي شركه بيرفورمانس ماركتنج. اوكي تمام. ايجنسي اكتر صح؟ اه بالظبط. اوكي طيب تمام. بص انا هقول لك على حاجه، قصه حصلت معايا انا شخصيا، وهقول لك ليه انا هحكي لك القصه دي. انا جيت في مره في ناس عرضت عليا ان انا ادير شركه علشان اظبط الورك فلو بتاعها، وكانت ايجنسي. الايجنسي دي كانت لذيذه جدا كده، وكانوا عدد افراد كتير، ما كانوش قليلين يعني، ما كانش ايجنسي من الايجنسيز الصغيره، كانت ايجنسي من الايجنسيز الكبيره قوي. وبعدين انا دخلت، انا جايه من باك جراوند مختلفه شويه، باك جراوند مختلفه شويه اقصد بيها الاندستريز اللي اشتغلت فيها. فده ايه علاقته بقى باللي انا هقوله؟ كل اندستري ليها سمت، كل مجال ليه سمت عام. كل الايجنسيز في مصر هي كازوال قوي، في المالتي ناشونالز مثلا سيستماتيك. ما تيجي مثلا الفاميلي بيزنس عنده الكرياتيفيتي، انت تقدر تكريت فيه حاجات اسرع بكتير،
وانا هنا بقول المميزات مش العيوب. ولو هتكلم عن المالتي ناشونالز هسرد عيوب قد الدنيا، ولو هتكلم عن الفاميلي بيزنس هسرد عيوب قد الدنيا، ولو هتكلم عن الايجنسيز هسرد عيوب قد الدنيا. اوكي، فهنا احنا بنتكلم على مختلف المجالات او الصناعات. لو احنا بنيجي نقول مثلا فاميلي بيزنس، الفاميلي بيزنس عنده ميزه قويه جدا اللي هي بتقول ايه، يعني ان صاحب المجال ده عيله، بتقول ايه، ان انت تقدر تكرييت زي ما انت عايز، هم هيسمحوا لك بالكرياتيفيتي موست بروبلي، يعني خلينا نقول انه بنسبه كبيره انت هتقدر يبقى عندك مكان خصب انك انت تجرب فيه الحاجات وتطلع بنتائج. فهو معمل قوي قوي في الفاميلي بزنس. الايجنسيز او الماركتنج ايجنسيز معروفه بان هي انفورمال، معروفه بان هي فيها هاي ليفل اوف انفورماليتي. فانا كساره ما اقدرش اشتغل في هاي ليفل اوف انفورماليتي، بس اقدر اشتغل وذ ميديوم ليفل اوف انفورماليتي، لان انا ما بحبش برضو الاكستريمز. فحاجه من الاثنين، هقول لك نصيحتين، يعني هي انت اقعد قيم الوضع بالطريقه دي. يا اما انت في مكان مش ميون، وده غريب قوي اللي انا هقوله، انه في ناس كتير هتستغربوا، انا بعتبر انه اهم حاجه تكون موجوده في المكان اللي انا بشتغل فيه هي المبادئ، مبادئ المكان. لو الموضوع لا يعني لا يمت بصله لمبادئك انت، مبادئك انت في الحياتيه اليوميه، يعني مش متعارض مع مبادئك في حاجه، مش متضايق في حاجه، لا سيب الناس، لان هم كلهم حاجه وانت اللي غريب، فانت اشتغل في النص. يعني ايه؟ يعني انت ما تنتظرش ان هم يعملوا نفس اللي انت بتعمله، بس حط له تايم فريم. انت تحتيك تيم ولا انت فوقيك مدير؟ لا انا فوقي سينيور، بعد كده المدير المانجر. اوكي، حلو قوي. طيب انا دلوقتي النهارده لو احنا خلصنا قصة الفاليوز بقى، انا الفاليوز بتاعت الشركة دي، انا يعني ايه فاليوز، ممكن نتكلم عنها بعدين، بس انا مبادئي تناسب مبادئ الشركة. وعلى فكرة دي دراسة برضو اتعملت، انه لو انا بشتغل في مكان مبادئ المكان ده مش ما تناسبنيش، يعني زي البنت اللي بتبيع حاجة تلات ارباعها بتتعمل في الحقيقة وربعها هي كدبة، فهي قاعدة بقى بتقطع في نفسها، هي ده تكنيكلي ده مضر على اللونج تيرم، ده بيموت البني ادم من جواه. ان هو بيشتغل في مكان عكس مبادئه الشخصيه اللي هو مؤمن بيها في الحياه، يعني هو متضايق هنا. فدي قصه احنا لو متاكدين منها يبقى انت تمام. الحاجه الثانيه بقى، هما كلهم حاجه، وده زي ما قلت لك سمت الصناعه ان هي فيها انفورماليتي عاليه، كل الايجنسيز كده. واعتقد ان كل الناس اللي بتشتغل في ايجنسي وسمعانا هتعرف ان احنا مواعيدنا في الايجنسي مش زي بقيه الناس. في ناس شركات بتصحى الساعه 8 الصبح، وفي ناس في الايجنسيز عاده الشغل بيبتدي 10 و11. احنا بنلبس في الايجنسي غير ما بنلبس واحنا رايحين شركه مالتي ناشونال واكسترا. وزي ما قلت لكم كل ده بيأثر، كل شركه في الدنيا ليها ثقافه، ثقافه الايجنسيز ان هي هاي انفورمال. تمام، فانت دور على طريقه انه مثلا لو انت الناس كلها انت بتلتزم بالميعاد وهما ما بيلتزموش بالميعاد، حط لهم 3 ايام، يومين، طب ساعتين، فانت هتعملها في اول ثانيه من الساعتين، اديهم هما يوم زياده او ايا كان عدد ساعات اكتر شويه، فانت من هنا تبتدي تبقى مرتاح. فلما هو يجي يقول لك ايه، انت مثلا هنفترض، خلينا نحط كونفرسيشن دي، انا بقول لك انا عايز البتاع ده كمان، انا عايزك تخلص لي التاسك دي، السينيور بيقول لك كده، انت محتاج تايم فريم تشتغل فيه، يعني يوم الاثنين اللي جاي ولا يوم الثلاث اللي جاي. وهنا ياتي قوه الاسئله، اسال سؤال، طب الناس اللي حواليا، انا مستني ان الديزاينر يعمل حاجه، طيب بص انا المفروض اسلم البتاع ده يوم الاثنين، اديك سبت وحد كويس، وانت عارف ان هو ممكن يخلصها السبت في اول نص ساعه، بس انت هتدي له مساحه لان هو جاي من مكان غيرك، بس انت هتحط له ايه، تايم فريم. لو احنا بنتكلم على التايمينج يعني، فدايما حط الناس اللي حواليك في تايم فريمز، مع الوقت هم هيبتدوا يعرفوا ان دي طريقه شغلك، ان انت محتاج تايم فريمز. واقعد كوميونيكيت مع الشخص، قول له انا مش عارف، انا محتاج منك انك تديني وقت، فهمني الوقت عشان انا اعرف اعمل بعديك بقى اللي هعمله. فهنا التايم فريمز هتتحط. لو انت لسه متضايق والموضوع مضايقك للدرجات دي، يبقى انت اصلا في اندستري مش صح. معلش انا ممكن اضيف حاجه؟ شويه اكيد. بص هو انا يعني صح جدا ان هو يحط تايم فريم، بس يعني ممكن يحط كمان على التايم فريم اكشن ديبندز الكيسز اللي هتحصل سواء بالسالب او بالموجب. يعني احنا دلوقتي ميعادنا هتسلمها لي امتى؟ يوم السبت الصبح. تمام، طب لو سلمتها لي السبت الصبح يبقى احنا كده تمام، انا هقدر ارجع اسلم مثلا احمد او محمد يوم الاثنين.
سلمتها ليش السبت الصبح، خلاص اوكي تمام مفيش مشكله، بس بناء على ده هيكون في اكشنز معينه المفروض ان هي تتاخد، بتاخير بقى الحاجه اللي عندي، بتاخير حاجه ريبورت كارد لو في كواليتي وهكذا. فيربط تايم بكواليتي باكشنز، اعتقد ان دي هتفرق معايا بشكل كبير يعني. لو هو عنده طبعا طبعا اللي انت بتقول ده هيبقى efficient اكتر بكتير، بس لو هو عنده الاثوريتي ان هو يعمل كده، لانه كتير جدا يعني الناس ممكن تاخد المواضيع عندنا في مصر بشكل offensive قوي، وانت ازاي وبتاع مش عارفه ايه. بس اعتقد ان احنا يعني ممكن تبتديها step by step. يعني من ضمن الحاجات اللي تميزك عن الناس، عشان كان في حد بيتكلم عن التميز من شويه، انك تبتدي خطوه بخطوه مع الناس اللي حواليك. فانت شايف هو تكنيكلي انت بتعمل صح، انت مش بتعمل غلط، ولا هما بيعملوا غلط، يعني هما دي الثقافه بتاعت المكان اللي هما شغالين فيه. بس خلينا نقول انت عايز الحاجات تبقى افيشنت اكتر، فلو انت عايز الحاجه افيشنت اكتر خدها ستيب باي ستيب. اديله الاول تايم فريم، بعد كده اديله الاكشن بلان، اربطهم ببعض، استنى شويه نتمرن عليها، يبقى يلا نعمل الخطوه الثالثه. هتبقى صايع قوي لو عرفت تعمل الموضوع ده. لو انت عندك المساحه انك تعمل كده هيبقى حاجه جامده جدا. تمام في حد بشكل تاني عنده بشكل أسئلة؟ هحاول العفو العفو يا عمر، العفو. أنا مبسوطة إن أنت مبسوط ومش زهقان، يعني ده بالنسبة لي حاجة كويسة عشان مش شايفاك الحقيقة، فما فأنا مبسوطة إن أنت مبسوط. كويس، أوكي. بص، هو الناس اصلا يعني الناس اللي بتحضر معانا على طول هي تقريبا يعني في ايام كتير لما بيبقى بيبقوا لا ممكن يقعدوا ل 12، يعني احنا مش هنخرج اكيد ل 12، بس لا هم الله. احنا بيبقى بيبقوا قاعدين يعني تمام زي الفل. إن شاء الله. انا حابب اضيف لكم برضو حاجه، يعني انا اشتغلت في شركات كبيره مصريه وبره مصر، سامعيني؟ سامعينك. تمام. فالغالب في شركات في الشركات المصريه معلش عك وليس كله كويس، اوكي ماشي، انا سامعه، كمل. انما الشركات بره مصر يعني كان بيحكمهم، يعني تعتبر شركه من اكبر شركات في العالم، كان بيحكمنا حاجتين: قوة البيزنس نفسه تمام، وقوة المانجمنت. يعني المانجمنت كانت قوية بطريقة وفاهمة شغلها بطريقة كبيرة جدا، وموفرة لك كل الريسورسز اللي تساعدك انك تشتغل وتنتج في الشغل. من بص حيث انا عندي مشكله كبيره قوي في ان احنا نقعد نكسر في مقاديف بعض. هقول لك على حاجه مش ضد اللي انت بتقوله، على فكره انا موافقه جدا على اللي انت بتقوله، ومش وده مش معناه ان انا عايشه في المدينه الفاضله وحياتي كلها فراشات. انا بعاني نفس المعاناه اللي كلكم بتعانوها ويمكن اكتر شويتين ثلاثه، لان انا كونسلتنت فبمر يعني زي محمود كده بيدخل 30 شركه مع بعض، فهو نفس الموضوع بالظبط. تمام، فانا مش هقول لكم ان الحياه وردي، بس انا عندي ايمان قوي جدا في يعني السكسس ستوريز اللي انا شفتها في حياتي، الناس اللي انا ببقى ببص لها ببقى عايزه اسقف لهم، واقفه قدامهم حاسه ان انا طالبه طول الوقت. الناس دي اهم قوه بالنسبه لهم كانت ايه؟ يعني سيبك من الشركات، ايه المانجمنت لا، طب هو انت عارف هو عمل مانجمنت لايه بقى عشان يبقى شخص انت واقف قدامه منبهر بيه؟ تكنيكلي هو عمل مانجمنت لإيه أول حاجة؟ في بزنس بروسيس قوي وتاسكس وجوبس واضحة. هفاجئك أنا دلوقتي. طب يا جماعة بصوا، اللي هيجاوب على السؤال ده صح أنا بجد فعلا ممكن أجيب له هدية جامدة جدا، مش عارفة هي إيه بس هخترعها دلوقتي حالا. تفتكروا الناس السكسس ستوريز اللي إحنا بنشوفها في حياتنا إيه أول حاجة عملوا لها مانجمنت صح؟ إيه أول حاجة؟ التايم الوقت. انا لو قلت اخد الدبل صح، انا لو قلت اللي انت عايزه يا محمود، انت الرايس بتاعنا دلوقتي فبتكلم. التايم نفسه الموارد نفسه مين قال؟ دي ممكن يسرى، تكون ده في بنت اتكلمت يا جماعه، ثانيه واحده بس، يسرى كسبت الجائزه بتاعت النهارده. التخطيط الصح. شكرا شكرا يا يسرى، يعني انا متشكره جدا ليكي. اول حاجه عملها مانجمنت هي دماغه، اول حاجه. يعني فكروا شويه كده في الباور بتاعت الاشخاص اللي عندها الاوان. يسرى انا اوعدك ان انا هفكر في الجايزه، ويعني يا اما بقى يعني انا هشوف حاجه انت بتحبيها ولازم اعملها لك، لازم يعني this is a promise. فان شاء الله. فيسرى انت بتشتغلي في ايه الاول؟ يمكن ده يغششني اي حاجه. انا يسرى من الناس القديمه اللي معانا يعني، ما شاء الله يا ما شاء الله يا. شكرا يا يسرى والله العظيم، ده انت كمان طلعتي من التيم، ده حاجه جميله جدا. فخلوني اقول لكم انه في الاخر الأهم حاجة، أهم وأول حاجة، أي شخص أنتم منبهرين بيه وشايفينه عبقري هو قدر يعملها إنه عمل مانجمنت لدماغه، ودي أصعب حاجة.
انا لو النهارده طلعت، لو كل واحد فيكم قاعد دلوقتي في بيته وده رهان، قلت لك طلع ورقه وقلم اكتب لي 10 حاجات، 5 حاجات، بلاش 10، 5 حاجات انت شاطر فيهم قوي وخمس حاجات انت مش شاطر فيهم قوي، انت هتقعد اكتر من ساعتين بتحاول تجاوب، واحتمال تطلع يعني الموضوع ناقص في الاخر، لانه تكنيكلي فكره الاويرنس بتاعه الشخص دي بروسس طويله ومحتاجه مجهود كبير علشان انا اكون قادر اعملها. يعني انا مش ده معناه ان مش كل الناس اللي سامعيني دلوقتي ما عندهاش الاويرنس ده، بس لا، هو اكيد موجود عند ناس كتير، لكن انا بقول ايه، ان اهم صفه ابتدي بنفسك، كلام كليشيه قوي بتاع اجدادنا بس هو مهم جدا، ابتدي بنفسك، دير دماغك الاول. لما هتعرف تدير دماغك، القوه اللي هتطلع من قوه البرودكشن، قوه الانتاج اللي هتخرج منك، هتبقى ليها تقل اكبر بكتير من ما انت متخيل، اكتر بكتير من ان احنا نقعد نبص على الشركه اللي في امريكا عملت ايه والشركه اللي في مصر ناس سكه كلهم مش عارفه بيعملوا ازاي. انت بقى من انهي ناس، من انهي ناس في دول؟ هكملك. كمل لي. هو كان في نجاح من قوه البيزنس نفسه، ولو في اي مشكله حصلت كانت يمكن حاجه احنا هنا في مصر بنتجاهلها، قوه ال اتش ار. يعني انك ينفع تسكت في مديرك حد بص لك بصه مش تمام، انت فاهم قصدي، كل الايماءات دي اللي تعطل الشغل. اوكي طيب، بص انا هقول لك حاجه، انا مش هعترض على اي حاجه انت بتقولها دلوقتي. ليه؟ لان انا مش شايفه ان اللي انت بتقوله غلط، يعني مش شايفه ان هو في حاجه غلط، بس انا زي ما قلت لك، لو احنا النهارده عايزين نطلع بدرس مستفاد من الموضوع ده، ففي 300 الف سبب ممكن ينجح اي كيان غير الاتش ار وغير قوه البيزنس. قوه البيزنس دي ما اتخلقتش كده، يعني ما اتوجدتش، هي تعب عليها. فايه البذره بقى؟ البذره فين عشان احنا كلنا نقوم من النهارده ما وصلنا لاي حاجه مفيده، ابقى انا اكلت عيش يعني بدعوه من حد فيك ولا حاجه. بيصرفوا على الشغل ومش بيستخسروا. يعني اقول لك انا قولي نفسه برضو. شكرا. انت عايز بس كده. انت عايز تبقى فين؟ عايز بس توصل لايه؟ انت دير مش مهم المدير شكله ايه، مش مهم ان اتش ار شكله ايه، شكرا، مش مهم بيتعامل معايا ازاي، المهم انا عايزه ابقى فين. believe it or not، هي كلمة برضو غريبة قوي بس ركزوا فيها كده، النجاح بيجيب نجاح. يعني ايه النجاح بيجيب نجاح؟ كل ما انا بقيت مميز او قادر احقق، زي ما قلت لكم، لما انا هبقى عندي، خلونا كده نتخيل السيتويشن هيحصل عامل ازاي، انا بقى عندي مانجمنت قوية جدا على دماغي، بالتالي وده الاكيد، وده انا اكده لك وابصم لك عليه بالعشرة، قوة البرودكشن اللي خارجة مني وقوة الافكتفنس والافشنسي اللي خارجة مني ومن دماغي اللي انا قادر ان انا اعمل لها مانجمنت صح، والافشنسي بتاعت الناس اللي حواليا هتطلع اقوى بكتير من الاول. فبالتالي انا مش هفضل في المكان اللي انا فيه، انا هفضل اتنقل من مكان اصغر لمكان اكبر لمكان اكبر، لان انا عمال اطور من نفسي. فخلوني اقول لكم حاجه مهمه جدا، كل الناس اللي قاعده دي عندها نسبه ايجو، ده العلم، ده انا وانت وكلنا عندنا ايجو، الايجو ده بس بنسب عند الاشخاص، لكن في الاخر كلنا عندنا ايجو. ما تخليش حاجه بس ايه تطلع زياده شويه، خلينا نبتدي بدماغنا احنا الاول نعمل لها مانجمنت، لان هي كبيره وموضوعها صعب واصعب اصلا من الناس اللي انت هتعمل لهم مانجمنت، وبعدين بقى نشوف بقى الدنيا هتودينا على فين. في حد عنده اي سؤال؟ عمر. هو مش سؤال، هو حضرتك قلتي في محاضره جايه او ميت اب جاي هنتكلم فيها انا وانا والقلم، يعني هيبقى مستنيها جدا يعني الصراحه. ان شاء الله ان شاء الله. انا ممكن محمود بقى يبقى يقول لي المواعيد ايه، واحنا نظبط ان شاء الله مره كمان ونتكلم فيها، يعني نظبط الموضوع ده ان شاء الله قريب ان شاء الله. في حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي تعليق؟ طيب محمود انت معانا صح؟ انا موجود. طيب كفايه كده النهارده ولا ايه رايك؟ خلاص اوكي. هو انا ممكن اكد على كلامك بقصة كده لحد قريب واعرفه. اتفضلي يا يسرى. في حد كان بالنسبة له تاه في الدنيا، عايز يشوف حاجة هو يعملها، مش الحياة، كان شايف ان هي مش الحياة ان انا مثلا اقعد على فيسبوك او على
سكرول عليه او على انستجرام او كده، وايام وبتعدي وخلاص. قدر يدور، شاف كذا حاجة متاحة قدامه بتعلمها، منها البادي لانجويج، ومنها بعد كده اتاح بالنسبة له كورس للفريلانسر، عارف المجالات اللي هو يدخلها، بقى بياخدها خطوات واحدة ورا التانية. كان الحد ده يعرفه محمود كويس جدا، وكان دايما متابع معاه وبتوجيهات منه. الحد ده عشان ما بقاش كذابة، الحد ده كان ضايع جدا، الحد ده ما فيش في دراسته اي حاجة بالمجال اللي هو فيها الديجيتال ماركت. الحد ده كان دراسته ثانوي فني، حتى الانجليش ما كانش متاح بالنسبة له، فكان بيعافر بجد بجد علشان يوصل للوقت اللي هو يتطور في المجال، يتطور في الانجليش، يتابع الدنيا ماشية ازاي، يحاول يطور من نفسه. الشغل في مصر ما كانش قد كده زي ما حضرتك كنت بتقولي، بس مش كل العملاء، في ناس بتعرف ربنا، في ناس بتعرف، يعني مش كل المجال برضو يعتبر لحد الآن لسه جديد، الناس ما تعرفش تتعامل عنه معاه ازاي. بالنسبة لهم ان هو مجال مش متعب وان هو حاجة بسيطة، فاكرين ان هو زي ما هو بيقعد على الفيسبوك كده وبيسكرول والكلام ده، مش فاهمين دنيته ازاي ولا ايه اللي انت بتعمله فيه. بس كان واثق في ربنا ان هو أنا هيقابل بالله حد، ربنا شايف تعبه، وان هو هيقابل حد هيعمل الكلام ده، هيقدر الكلام ده. أنا وكان بالله كان دايما بيشوف ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. أنا بالله ففي وقت كان بيقع، كان دايما برضو بيشوف الآية دي، ما كانش بيقف عند العميل ده ولا الكلام ده ولا كده. ف وقت في وقت لقى ان هو في حد بيجي بيقدر، في زيادة في الانكم، في زيادة في الاكسبيرينس عنده. وطول ما هو بيتعب ربنا بيكافئه، لان ربنا مش هيضيع تعبنا اكيد اكيد، يعني ونعم حتى بالله لو ونعم العميل بالله ما قدرناش ربنا مش هيضيع التعب ده، صح. شكرا لحد يا ما يسرى وصل جدا والله، للي انا حضرتك بجد قلتي ايه. ربنا يا رب ان شاء الله على يجازيكي فكرة خير على الكلمتين الحلوين دول. الحد ده انا على فكرة باين من الاول، ما تلاقيش التأثر باين جدا. ربنا يا رب ان شاء الله يكرمك باعلى اعلى اعلى الاماكن ان شاء الله ان شاء وعلى الله، فكرة الكلام ده ونجاح كله لنجاح اللي انا فيه بفضل محمود، ما شاء يعني الله ما شاء انا الله. ربنا فيه. يجازيكم كلكم خير. انا احب برضو ايه، عشان احنا قبل ما اقفل انا عايزه انا كمان اقول لمحمود شكرا جدا على الاوبورتيونيتي اللذيذه دي والناس الحلوه اللي انت قعدتني معاهم النهارده، وشكرا لكل حد قاعد معايا لغايه دلوقتي. تمام. وعايزه اقول لكم بس ما تنسونيش بدعوه حلوه بعد ما نقفل، علشان دي هتفرق معايا جدا، ومتشكره جدا جدا ليكم، أنا واتمنى تكونوا كان عندي طلب اتبسطتوا بس غريب، وقضيتوا وقت لطيف. تقول ايه يا عمر؟ هو أنا بحب يعني السوشيال ميديا وكده، بس اللينك لما كان نازل حضرتك مثلا ويب سايت أو بروفايل. بص هقول لك على حاجه، هو الفكره ان احنا مش عارفين فعلا نقدر نعمل لك منشن على فيسبوك، فاحنا هنحط اللينكس بتاعتك كلها في كل البوستز اللي نزلت. هي يعني ساره اوكي، على فكره، او في الكومنت ساره حتى ليها بروجرام البروفايل اللي بنفسه. على تيك توك بصراحه كويس، يعني هتستفيد منها جدا جدا. لو كتبته ساره يا فاروق ريت يا بس، ريت بس بصراحة نكتب يا ساره ريت. بالاتش هلاقوا البيجز بتاعتي. وانا يعني والله مبسوطه جدا بالوقت اللي انا قضيته معاكم، ومحمود ممكن فعلا يبعت له لينكس، انا مش عارفه ليه ما عرفتوش تعملوا لي منشن، يعني مش عارفه ليه، بس حاسه مسبتوش القصه دي. ممكن كمان انا نبعتها حاولت على اوصل معاك نبعتها نبعتها على الجروب بتاع الواتساب، الواتساب. نبعتها على الجروب بتاع الفي، يعني هننشرها بشكل يعني على التليجرام والفي والواتساب، والناس اللي مش موجوده في الاثنين هنحطها على البوست اللي نزل فيه إن اللينك شاء الله بتاع الميتنج ده. يعني إن شاء الله. شكرا لكم، شاء الله خلاص إن شاء 24 الله. وانا بيك ميرسي تاني ان شاء ميرسي، الله. شكرا، شكرا ربنا ليكي يخليك جدا يا ساره والله، إن شاء يعني الله. على وقتك ده ويعني على مجهودك ده، ويعني ما شاء الله عليكي، يعني لا ان شاء لا الله خالص ما خالص، نساكي أنا كمان عايزة، تاني أنا كمان اتبسطت قوي والله. يعني. وشكرا للناس اللي حضرت لا النهارده، وان شاء الله يعني نقدر نستفيد دايما كده من بعض،
وميرسي جدا يا ساره، وميرسي جدا للناس اللي حضرت، والناس اللي جت متاخره محتاجه تشوف الاول. هو موجود اللينك بتاع موجود اللينك بتاع الميتنج على اليوتيوب، وباذن الله خير، ونشوفكم على خير باذن الله في المرات الجايه. وشكرا لكم جدا جميعا، يعني باذن الله. السلام عليكم.